في قطره صغير، يعني التقوس بتاعه كبير، ما خليش منحنى رأسي ومنحنى أفقي في نفس الوقت عشان أخلي الناس شايفة. احنا اتفقنا ان انا لازم اوفر عناصر الامان على المنحنى، تمام؟ فلما يكون المنحنى نصف قطر التقوس بتاعه كبير، يعني معنى كده انه مش شارب، وعندي منحنى سواء كان اللي شفناه في السلايد اللي قبليها اللي هو في المحاضرة في السلايد 46، كان عندي كريست ومعاه منحنى أفقي، بس منحنى أفقي زي ما قلنا كده مش شديد التقوس، فممكن أعمل عليه كريست كيرف عادي، بس كريست كيرف ده يكون على طول كويس. وكذلك لو عندي ساتر. الفكرة بقى في 49 اللي احنا كنا المفروض نتكلم عليها بس الوقت ما كفاش، ان لو انا عندي المنحنى شديد التقوس هتبقى مشكلة، ماشي؟ فهنا في الشكل ده اعطيك منحنى شكلين، شكل اللي هو بالخط المتصل ده اللي بيطلع لي من المعادلة بتاعة الار مينيمم. احنا بنجيب الار مينيمم عن طريق السوبر اليفيشن وعن طريق قيمة السرعة بالمعادلة اللي احنا عارفينها كلنا من الهوريزونتال الاينمنت، اللي هي الار مينيمم بتساوي في تربيع على 127 اي زائد اف لو بنتكلم بالمتر طبعا. خلاص انا طلعت الار مينيمم. معظمكم بيحب يحط الار مينيمم بالظبط، تمام؟ طب لو انا عندي امكانيه والبلان يسمح، ليه ما اخليش المنحنى التقوس بتاعه يكون خفيف عشان القوه المركزيه تكون اقل، وعشان كمان لو انا عندي طبعا اربط بقى البروفايل بالهوريزونتال الاين. فلو انا عندي منحنيات راسيه او كلام من ده، لو المنحنى خفيف التقوس فبيبقى افضل. فالشكل اللي معمول بالخط المنقط ده فهو اللي بيبقى الديزايربل، احسن من الار مينيمم اللي انا مش لازم امشي عليها بالظبط. يعني في حاجه تانية كمان بيقول لك ان انا لما اجي عندي اكتر من منحنى، ماشي، فنخلي شكل المنحنيات متناسقه مع بعضها، يعني القمه بتاعه المنحنى في البروفايل، القمه بتاعه المنحنى الكريست او القاع بتاع المنحنى الساج نخليه ماشي مع التقوس بتاع المنحنيات على الافقي. ده ديزايربل فيه او مرغوب فيه اكتر في التصميم عن الشكل التاني، عن الشكل ده اللي هو في الشريحه 51. في الشريحة 51 عمل شيفت، خلى كل قمة منحنى مختلفة عن التاني، فده بيقول لك ان ده ويك كوردينيشن، انا كده ما نظمتش قوي الاتنين مع بعض. عمل شيفت في القمة بتاعت المنحنيات الأفقية والقاع بتاع سوري القمة بتاعت المنحنيات المحدبة والقاع بتاع المنحنيات المقعرة عن الهوريزونتال الاينمنت. الافضل طبعا في الحاله دي ان انا برجع للشكل اللي هو التناسق افقي والراسي. في شكل كمان قدامنا اهو، الاثنين دول بلانات، ماشي، A و B، بس في البلان A عامل تانجنت طويل قوي ومنحنيين انصفق اقطار التقوس بتاعتهم صغيره، فالتقوس بتاعهم شديد. الافضل من كده ان انا اخلي ممكن اقصر التانجنت شويه واخلي انصاف الاقطار اكبر شويه بحيث ان هي تدينا شكل احسن في التصميم. المفروض المحاضره كده. الكلام ده طبعا هيبان برضو لما مع بعض ان شاء الله نشوف تصميم فعلي، يعني خريطة طبوغرافية فعلية. زمايلكم في المشروع ان شاء الله هيشوفوا الكلام ده ويبتدي يحط مقترحات للبلان والإليفيشن البروفايل يعني، ونبتدي نشوف التناسق ما بينها وما بين بعضها، فبتيجي بالتجربة ان شاء الله. دي مجرد امثلة وبتيجي بالتجربة ان احنا نشوف هل في تناسق ما بين الهوريزونتال الاينمنت ولا والفيرتيكال الاينمنت ولا لا. وكده المفروض ان احنا خلصنا الجيومتريك ديزاين. طبعا فاضل لنا في الانترسكشن بس ما بيكفيش الكورس ان احنا نشرحها فيه، فبنديها لطلبه المشروع. وانتوا ما عندناش مشكله ان لو حد من خارج المشروع حابب انه يجي يحضر المحاضره دي لما نقولها، ما عندناش مشكله ان انتوا تيجوا تسمعوها لو عايزين تستفيدوا بيها يعني.
لكن انا ما بدرسهاش في الكورس الاصلي وما بجيبهاش فيه. بعد كده المفروض نبدا ان شاء الله النهارده في الاستراكشرال ديزاين. حد فاكر لما اتكلمنا على الاستراكشرال ديزاين في اول مره قلنا المفروض نعمل ايه؟ ايه؟ فاكر إيه المفروض ان انا بحدد عدد الطبقات المكونة للطريق والماتيريال بتاع كل طبقة والسيكنس بتاع كل طبقة. تمام، كلام جميل. انا دلوقتي مطلوب مني ان انا احدد مواصفات كل طبقه، اي حاجه، اي مشروع بنعمله، وانتوا اكيد اتعلمتوا كده في الحاجات اللي خدتوها قبل كده، اي مشروع بنعمله انا المفروض احط له مواصفه. المواصفه بتبقى عباره عن ايه؟ بعمل مقايسه، والمقايسه دي انا ببقى عامل تصميم مبدئي. التصميم المبدئي طبعا بيبقى تصميم هندسي، تمام؟ وعن طريق التصميم الهندسي اللي انا عملته فببقى عارف اطوال الطريق وعروض الطريق والحاجات دي، فبحط مقايسة مبدئية على التصميم المبدئي ونحط فيها المواصفات. المواصفات دي بقى بتتحط بناء على ايه؟ انا عايز عندي احمال معينة وعايز ان الطريق بتاعي يتحملها لفترة تصميمية معينة. طبعا اي مشروع في الدنيا ليه عمر تصميمي. انتوا في الخرسانة شوية مش بيكلموكوا عن العمر التصميمي، لان المفترض المباني الخرسانية طبعا كان الاول في الكود العمر التصميمي ليها 50 سنة، وفي بعض المباني بتوصل ل 100 سنة بناء على قوة الخرسانة اللي عندي والأحمال اللي عليها. الطرق الحقيقة ما بنوصلش للأرقام دي إلا في طرق كبيرة قوي، وعشان نوصل لأعمار تصميمية كبيرة جدا كده فإحنا بنتكلف فلوس كتيرة جدا، لأن كل ما طال العمر التصميمي معناه إن أنا بعلي المواصفة بتاعة الماتيريال وبعلي المواصفة بتاعة السيكنس بتاعة اللايرز. طب الكلام ده بيتعمل بناء على إيه؟ هندرس جزء من في التصميم الإنشائي، هندرس جزء شوية عن الماتيريال، الطبقات المختلفة وخواص كل طبقة، ماشي، وهندرس تصميم الخلطة مع بعض إن شاء الله. بس البداية، بس قبل ما نعمل الكلام ده، النهاردة هنكلمكم عن introduction كده، مقدمة للتصميم الإنشائي، تمام؟ نفهم إيه أنواع الطرق اللي عندنا وترتيب الطبقات بالنسبة لبعضها ووظيفة كل طبقة إيه، عشان لما نيجي نتكلم في خواص الماتيريال أو الطبقات دي لما بنيجي نعمل لها توصيف للمواد بتاعتها اللي هو المفروض هنحطه في المواصفات بتاعة المشروع، نعرف احنا بنحط المواصفات دي بناء على ايه. فاول حاجه النهارده هنتعلمها مع بعض ايه انواع الطرق المختلفه، ايه شكل ترتيب طبقات الطريق، ماشي، ايه طرق التصميم المختلفه، ماشي. فالنهارده هنتكلم في مقدمه نتكلم فيها بشكل جنرال كده عن الحاجات دي، وبدايه من المره الجايه ان شاء الله بعد المتر نبتدي ناخد خواص الطبقات بقى المختلفه، كل واحده فيهم بقى ازاي بوصفها، بعمل ايه عشان خاطر اضمن ان هي تتحمل الاحمال الواقع عليها، ايه طرق التوصيف، ازاي اعرف من اول السب جريد. السب جريد دي هي التربه الطبيعيه الموجوده في الموقع عندي، انا ما عنديش اي قدره على ان انا اغير السب جريد، تمام؟ فانا بشوف هل خواصها اللي موجوده دلوقتي ينفع ان انا اسس عليها الطريق على طول، ولا في حاجه المفروض ان انا اعملها للتربه دي عشان خاطر اقدر احسن من خواصها وبعدين احط الطريق بتاعي. معلش يا شباب. انا احسن بس لسه تعبانه شويه، معلش. ماشي، فهنتكلم النهارده عن الحاجات دي كده كمقدمه يعني، ماشي. اول حاجه احنا عندنا هدف من حضرتك يا دكتور عرضه ايه دلوقتي؟ انا عرضه السلايد الثاني هو اللي عندنا ظاهر الصوره بتاعت نهايه المحاضره اللي فاتت. استنى ثواني، معلش كده. انت شايف المحاضرة الجديدة صح؟ اهي عنوانها اهو introduction، ماشي، مش introduction للطرق كلها، introduction للتصميم الانشائي. كده انت شايفها كويس؟ كلكم شايفينها؟ تمام. يا طيب معلش، هي حركة قطع الكهرباء قبل المحاضرة بدقيقتين دي، معلش يعني ايه، لخبطتني انا شخصيا شوية. خلاص، فاحنا عندنا هدف من التصميم الانشائي. طبعا بنقول الرصف اسمه pavement، ماشي، الطريق في العموم اسمه roads او highways. highways الطرق السريعه. الطرق بتنقسم لمجموعه من الطرق زي ما اتكلمنا في المحاضره الاولانيه خالص، على حسب الفانكشنال كلاسيفيكيشن بتاعها. الماتيريال بقى اللي احنا بنحطها اللي هو القطاع بتاعي ده اسمه pavement. احنا عايزين نفهم احنا غرضنا ايه من التصميم الانشائي، من تصميم الرصف اللي عندنا بطبقاته المختلفه. اول حاجه احنا عايزين سطح يكون قوي، strong عشان يستحمل الأحمال الواقعة اللي عليه. فأول حاجة بندور عليه هي surface strength، قوة السطح ده قد إيه، عشان في أحمال متكررة
هتقع عليه، وتاني حاجه حاجه اسمها المويستشر كنترول، لان احنا اتفقنا مع بعض من بدايه شغلنا خالص ان الميه وجودها على الرسم ممكن يسبب لنا مشاكل بنسميها مويستشر دامج، ماشي، وليها طرق لقياسها في المعمل. تمام، فاول حاجه احنا عايزين سطح يحقق لي انه يكون قوي بحيث انه يتحمل الاحمال الواقعه عليه، الميه تتصرف ويكون فيه مويستشر كنترول فيه. تاني حاجه يكون سطح ناعم، طبعا احنا كيوزرز كلنا بنبقى عايزين سطح سموث عشان نمشي عليه، بس سموث مش للدرجه اللي تخليه ناعم زي الازاز مثلا. الناس اللي عندها جليد وبتمشي عليه، العربيات ما بتمشيش على الجليد. ليه ما بتمشيش على الجليد؟ لانه ناعم زياده عن اللازم فبيحققش الامان. تمام، فيبقى ناعم لكن كمان سيف، يكون امن، فيكون في عندنا فريكشن، ماشي، بحيث ان الناس لما تيجي حد شاف اي عائق زي ما احنا عمالين نقول من زمان وابتدى يمسك فرامل، الفرامل دي لو السطح ناعم واملس تماما زي الازاز مثلا مش هينفع يتوقف عليه، فلازم يكون في نوع من انواع الفريكشن ما بين سطح الطريق وما بين الاطارات بتاعت السيارات اللي هتمشي عليه. فاحنا عايزين نحقق نعومه ما تخلش بالامان، وفي نفس الوقت كمان يكون عندنا درينج كويس للطريق. تالت حاجه، ودي حاجه مهمه جدا بقى بالنسبه لنا كمهندسين مدني، يكون ايكونوميكال. يعني ايه يكون ايكونوميكال؟ يكون اقتصادي في اسعاره، اقتصادي في تكلفته، سواء كنا بنتكلم على التكلفه دي هي تكلفه الانشاء في البدايه او تكلفه المينتننس. فاحنا عندنا حاجتين في التكلفه ما بنيجي نتكلم عليهم، الانيشال كونستراكشن كوست، معانا فلوس بنعمل بيها طريق، لكن الطريق ده مش هنعمله ونرميه، الطريق ده لازم هيحصل فيه عيوب، فاحنا بيبقى عندنا رانينج كوست للمينتننس. فلما بنيجي ندور هو اقتصادي ولا لا، لازم نبص على الاثنين. تمام، طيب القصه بدات من امتى؟ كلكم عارفين من البدايه خالص ان ربنا لما خلقنا في الارض وسيدنا ادم وستنا حواء نزلوا من الجنه كان عدد الناس قليل قوي، هو سيدنا ادم وستنا حواء وبعد كده اولادهم، فكان العدد بسيط وموجودين في مكان واحد بيدوروا على وسائل الرزق بقى اللي كانت في البدايه خالص الصيد، وبعد كده تطورت بقت الزراعه. لكن لما عدد الناس زاد وابتدوا ينتشروا في الارض زي ما ربنا امرنا يعني، فبقى في مسافات. تمام، المسافات دي بدا عايزين سبلايز، عايزين اكل وشرب وعيشه يعني، ماشي. فمن البدايات خالص اول شكل يعني شفناه ليه رسومات في الطرق هو الطرق الرومانيه بنسميها الرومان رودز، ماشي. في مثل كده معرفش اكيد سمعتوه قبل كده او مر عليكم، كل الطرق تؤدي الى روما. ليه قالوا كل الطرق تؤدي الى روما؟ روما كانت دوله استعماريه، الرومان كانوا شعب استعماري، عملوا امبراطوريه في العالم كله. تمام، وطبعا ما بيستعمروش عشان خاطر هم زهقانين فرحين يغيروا جو في المستعمرات بتاعتهم، يعني هم كانوا بيستعمروا الدول دي عشان خاطر ياخدوا الخيرات اللي موجودة فيها. وأكيد برضو سمعتوا كلكم عن إن إحنا مثلا مصر كانوا بيقولوا علينا سلة قمح العالم، يعني كانت بلدنا بنقدر نزرعها بحيث إن القمح اللي فيها كان بيكفي الدنيا كلها بما فيها الإمبراطورية الرومانية نفسها. طيب أنت متخيل القمح ده لو هننقله من مصر لروما محتاج أحمال قد إيه وتمشي على الطريق إزاي؟ فهم بدأوا أول شكل معروف للطرق هو الطرق الرومانية. كانت عاملة إزاي بقى؟ لو بصينا كده على القطاع اللي في السلايد فوق على الشمال الناس شايفينه، في عندنا قطاع كده مكون من طبقات، ماشي. طبقة في الأول خالص بنسميها foundation large stones and sand، طبقة حصوية، ماشي. بعديها طبقة حصوية أنعم شوية منها، وبعد كده بيفنج ستونز. الستونز دي أيام الإمبراطورية الرومانية كانت أحجار كده خماسية أو سداسية بالشكل اللي باين قدامنا في الصورة اللي على اليمين ده، فكان الجزء اللي فوق هو أكتر حاجة صلبة عشان تستحمل تقل العجلات اللي ماشي عليها. العجلات دي طبعا شايلة سبلايز من البلاد المختلفة، وعشان يحل مشكلة الصرف، تمام، عمل ميول على الجنبين زي ما باين في القطاع كده، تمام، وفي الجنب عمل كونفاينمنت، عمل زي حيطة كده اللي هي باين عندنا هنا في الرسمة اللي في النص بأحجار اهي مرصوصة جنب بعضها. تمام، ليه عمل الكونفاينمنت دي؟ عشان لما الأحمال بتاعة النقل اللي تضغط على السطح من فوق ما يحصلش تسرب للأحجار
اللي موجوده في طبقات الطريق المختلفه من الجناين. تمام، الكونفاينمنت دي بتحسن من السعه الانشائيه للطريق. تمام، طيب هو عمل الطريق بميل زي ما باين قدامكم كده عشان يصرف الميه برده ما تعملوش مشاكل، والاحجار اللي موجوده في الجناب دي ما كانتش ملتصقه ببعضها، كانت مرصوصه جنب بعضها وفي ما بينها فراغات تسرب الميه. تمام، وبعد الوول اللي في الجنبين ده في درينج ديتش اهي اللي هي تعتبر مجره ميه عشان الميه تتصرف ما تفضلش موجوده على الطريق بتاعه. فده اول شكل من الاشكال المعروفه لنا تاريخيا للطرق. احنا بقى في العصر الحديث ابتدينا نعمل الطرق، بس ابتدينا نعمل الطرق باشكال مختلفه على حسب الماتيريالز اللي مضافه اللي متاحه لنا. احنا عندنا الطرق تنقسم لثلاث انواع. اول نوع الفليكسبل او الرصف المرن اللي هو في صوره الاسفلت. الاسفلت طبعا اسفلت كونكريت اي سي، بنقصد بيها الخلطه الاسفلتيه على بعضها، وهي مكونه من احجار بمقاسات مختلفه ورمل وبودره، هنتكلم عنها وقت ما نيجي نتكلم في تصميم الخلطه الاسفلتيه نفسها، وماده ربط عشان تربط ما بين الحاجات دي كلها اللي هي الاسفلت. الاسفلت هو ناتج من نواتج تكرير البترول، هنتكلم عنه برضو بالتفصيل لما نيجي نتكلم في محاضره الاسفلت ان شاء الله. هو في البدايه خالص لما اكتشفوه هم ما كانوش بيصنعوه، هو كان منتج طبيعي. اول مره اكتشفوه كان في بحيره كبيره جدا اسمها بحيره ترينيداد، اكتشفوا ان في ماده كده البحيره عامله بحيره اسفلت. هو عباره عن الاسفلت، واسفلت طبعا في درجات الحراره العاديه بالنهار بيبقى في صوره شبه صلبه، لكن اكتشفوا ان لما حاجه بتقع في الاسفلت ده بتبتدي تختص مع الوقت. ماشي، لان هو ليه طبعا ده ما كانوش عارفين وقتها، بس احنا اكتشفناه بعد كده لما ابتدينا نحلل الماتيريال دي، انه ليه لزوجه معينه. يعني ايه لزوجه؟ يعني وارد انه يحصل حاجه اسمها لامينر فلو، انت خدته في المدرسه زمان لما كانوا بيعلموك اللزوجه يعني ايه، ان الطبقات بتاعه الماتيريال نفسها تنزلق فوق بعضها حتى بدون تحميل، يعني يبقى الحمل راح وبسبب درجات الحراره الاسفلت بيتاثر بدرجات الحراره فيبدا يحصل لامينر فلو كده اللي هو الطبقات تتزحلق فوق بعضها. فلو حطينا ماتيريال معينه فيه وسبناها طوبه كبيره مثلا او حجره كبيره تبتدي بعد شويه ممكن تغطس في الاسفلت ده. فاكتشفوا ان ليه خواص ينفع بيها ان احنا نربط ما بين الاحجار لو حطيناها مع بعض، وده ادانا الخلطه الاسفلتيه اللي هنتكلم عن تصميمها بالتفصيل ان شاء الله بطريقه مارشال. تاني نوع من انواع الرصف هو النوع الريجيد، ان انا اجي على الطريق واحط الطبقه الاخيره خالص خرسانه عاديه خالص من اللي انت متعود عليها البورتلاند سمنت كونكريت، او ان انا اغير في طبقات الطريق المختلفه بحيث ان يبقى عندي نوع من انواع الكومبوزيت بيفمنت ستراكشر، يبقى عندي جزء اسفلت او طبقه اسفلت وعندي طبقه خرسانه كمان، او ان انا اخلي الفليكسيبل بيفمنت هو عباره عن طبقه اسفلت في الاخر والطبقات اللي تحتها كلها مفككه، او ان انا في طريقه تانية بقى ان انا اجي على الطبقات المفككه دي واعمل لها ستابلايزيشن تثبيت. خدته في السويل حاجه اسمها تثبيت التربه، او حد كلمكم عن تثبيت التربه؟ يا شباب ده سؤال. لا يا دكتور ما خدناش التثبيت ده. ما حدش كلمكم خالص عن تثبيت التربه في السويل؟ لا. طيب بصوا يا شباب، في بعض الاحيان لما يبقى عندي تربه ضعيفه جدا وانا لما اجي اختبرها الاقي ان انا لو حطيت عليها مبنى او حطيت عليها طريق فهي مش هتستحمل احمال الواقع عليها بوضعها الحالي. تمام، فانا عايزه ازود السترينث بتاعتها، هي طبقه مفككه. تمام، وحالتها وهي طبقه مفككه لما نيجي نختبرها في المعمل باختبارات معينه بنلاقي ان السترينث بتاعها ضعيف. اوكي، فانا عشان اخلي السترينث بتاعها قوي بحولها لان هي تبقى طبقه متماسكه. ازاي؟ ان انا ساي طبعا طرق التثبيت كتير، بس هنذكر لكم اشهر طريقه منها اللي هي ان انا اقلب على التربه اسمنت. ماشي، احط لها اسمنت بنسبه معينه، طبعا النسب دي بتبقى محسوبه قد ايه. تمام، لما احط اسمنت، وطبعا احنا بنعمل الكلام ده لجزء من التربه، انا ما اقدرش اقلب التربه كلها، فبنساي بنيجي كده نحرك نحفر، مش نحفر ونشيل، يعني نقلب 50 سنتي من ارتفاع التربه. تمام، وابتدي انا طبعا ما ابقى حاسب اللاير دي وحجمها قد ايه واحسب نسبه الاسمنت منها كام واضيف اسمنت على التربه دي
ونقلبه وبعدين بعد كده ندمجه. تمام. مع الوقت بما ان كده كده انا طبعا بحط اسمنت بس ما بحطش ميه، وكده كده التربه فيها مويشر كونتنت، اي تربه ليها مويشر كونتنت ده اكيد خدتوه في الصويل، فالمويشر كونتنت اللي موجود في التربه دي بيبتدي مع الاسمنت اللي اتحط يعني هايدريشن اللي هو التفاعل بتاع الاسمنت عشان يتماسك، فتبقى التربه دي بدل ما كانت تربه مفككه. السلايد لسه موجوده ولا راحت؟ اللي هي نفس فكرة الحقن يا دكتور. نفس فكرة الحقن بس بمثبتات. تمام. مثبتات، ما هو يعني مثبتات، المثبتات اشكالها وانواعها مختلفة. اوكي. في حاجات كتير جدا بنستخدمها في التثبيت. تمام. اشهر حاجة منها الاسمنت، ولو ان عالميا دلوقتي، عالميا وفي مصر كمان، بنحاول ان احنا نتجه لاننا نشوف مثبتات اخرى ما بتسببش نفس الضرر اللي بيسببه الاسمنت. عارفين الاسمنت ليه اضرار بيئيه. تمام. فدلوقتي بندور على طرق تثبيت بنسميها جيو بوليمرز او حاجات محافظه على البيئه اللي هي ايكو فريندلي، يعني عشان نقلل من الضرر الناتج من وجود الاسمنت في التربه. تمام. فلو انا ثبتت التربه، يعني جيت على السب جريد بتاعتي وثبتها، هي خلاص جرانولر. كلمة جرانولر جاية من جرين. عارفين جرين يعني ايه؟ الو معاك يا الو معاك يا عارفين جرين يعني ايه ولا لا؟ حبيبات باين اعتقد. ايوه، جرين يعني حبيبة. مش احنا لما كنا في التربة في السويل، في مادة السويل، مش انتوا اي تربه لما كنتوا بتيجوا توصفوها اول حاجه بتعملوا لها جرين سايز ديستريبيوشن او جرين اناليسيس، اللي هو ايه؟ حجم الحبيبات. تمام. فانا كلمه جرانولر، طبقات الرصف اللي تحت الاسفلت بتبقى كلها طبقات جرانولر عباره عن حبيبات مفككه، بنسميها جرانولر لايرز، وساعات بنسميها انباوند لاير. انباوند عكس باوند. باوند يعني متماسكه، وانباوند يعني طبقات غير متماسكه. ماشي. لو الطبقات الجرانولار دي، الطبقات الحبيبيه دي، انا حطيت عليها مثبت فبقت ستابلايزد، فبقت متماسكه. وانس ان هي بقت، ما بقتش خلاص مفككه ولا حاجه، فبقت تعتبر نوع من انواع الكومبوزيت ستراكشر. في عندي طبقه اهي بقت طبقه متماسكه، وممكن احط فوقيها بقى طبقه اساس، فيبقى عندي طبقه متماسكه وبعدها طبقه مفككه وبعدين اسفلت فوق، كده بقى كومبوزيت ستراكشر. خلينا نتكلم في اشكال اللايرز دي ووظيفه كل لاير منها، وناخد انواع الكومبوزيت ستراكشر مع بعض عشان نفهم. نبدا باول حاجه واشهر حاجه واكتر حاجه منتشره، الفليكسيبل بيفمنت لايرز. احنا عندنا طبقات مختلفه للطريق، كل واحده من الطبقات دي ليها خواص معينه وليها وظيفه معينه. تمام. لو ابتدينا من فوق خالص بالاسفلت اللي متهشر في مكتوب عليه سيرفيس ومتهشر باللون الاسود، قال لك السيرفيس ده اول حاجه لازم يكون فيري سترونج، يكون قوي جدا عشان يتحمل الاحمال الواقع عليه. كلكم عارفين مبدا الاجهاد، صح؟ القوه بتتوزع على المساحه بتديني اجهاد. اوكي. مساحه الاجهاد اللي موجوده عندنا على السطح هي مساحه التلامس ما بين العجل وما بين ايه؟ سطح الاسفلت. دي مساحه كبيره ولا صغيره؟ صغيره. جميل. بما ان المساحه صغيره يبقى الاجهاد هيبقى عالي، ما هي القوه ثابته، الوزن ثابت، صح؟ بتاع العربيه من فوق. تمام. تمام. والمساحه صغيره، وبالتالي انا بتوقع ان اكبر اجهاد هيكون اكبر اجهاد اللي هو على السطح. فلازم اقوى طبقه تكون الطبقه السطحيه اللي هي الاسفلت. الاسفلت مش كتير بيكون طبقة واحدة، ساعات بيكون أكتر من طبقة، وهنتكلم عن ده بالتفصيل. أوكي. الطبقات الأسفلت ده اللي هنسميها مع بعض سيرفس، لازم تكون very strong عشان تتحمل الإجهادات الواقع عليها، لازم تكون durable تستحمل ليها مداومة يعني، لازم تكون impermeable عشان ما تنزلش المية للطبقات اللي تحت، والطبقات اللي تحت تفضل المية موجودة فيها وبالتالي تعمل uplift على الاسفلت من فوق. الطبقات اللي تحت مفككه المفروض، ففي بينها فراغات، فلو الميه فضلت موجوده فيها واتحبست هتضغط على الاسفلت.
ماشي، فتبقى امبيرميبل مانيفاكتشرد، لان احنا ما بنجيبش الاسفلت ده مش حاجه طبيعيه، احنا في الاخر بنصمم خلطه ونعمل الخلطه دي في الخلاطه، بتجينا جاهزه الموقع، نروح جايين فرشينها على طبقه الاساس اللي تحتيه. تمام. وكمان بتوقع بما ان هي مانيفاكتشرد وليها خطوات للتصميم وكلام من ده، بتوقع ان هي تكون ايه، اكسبنسيف يعني غالي. تمام. فدي الطبقه بتاعه الاسفلت، اللي هو طبعا الاسفلت ممكن يكون مكون من اكتر من طبقه وهنتكلم عن ده. تمام. بعد كده عندنا البيز، ماشي، طبقه الاساس. خلاص، طبقه الاساس دي مكسره. تمام. كلكم شفتوا طبقه الاساس، لان في كتير من الاحيان بنحط طبقه الاساس هي طبقه الحجر اللي لونه ابيض شويه مصفر، واكيد كلكم شفتوه في الشوارع قبل كده لما يكون شارع جديد بيترصف، بيحطوا طبقه الاساس دي ويدمكوها بالهراسات، وساعات كتير يسيبوها لنا شويه. تمام. بيسيبوها ليه؟ عشان نسبه الدمك فيها دي. تمام. طبقه الاساس او البيز هي عباره عن كسر حجر جيري. تمام. ساعات بيستخدموا دولومايت، بس الافضل طبعا اللايمستون، ماشي، بيبقى من خواصها ان هي بتكون قويه برضو، ده حجر. تمام. حتى لو كان حجر متكسر يعني. فري دريننج، لو الميه اتحطت فيها بما ان في بينها فراغات وبين بعضها فالميه بتتصرف منها، ماشي. مانيفاكتشرد، لان احنا ما بنجيبش الحجر ده من الجبال زي ما هو كده، احنا بنكسره لاحجام معينه وتدرجات معينه ديزايربل. تمام. عندنا في مصر الاساس بنستخدمه حاجه اسمها سن 6، ماشي. السن 6 ده يعني ايه سن 6؟ اكيد سمعتوا سن 1 وسن 2 وسن 6، سمعتوا الحاجات دي قبل كده ولا عمركم ما سمعتوها؟ سمعنا. طب يعني ايه بقى سن 6؟ يعني لما نشوف الاحجار اللي موجوده في سن 6 ده، نلاقي ان قطر الحبيبات لما نيجي ناخد اي حبيبه منهم كده ونعمل لها اختبار، المفروض ما يزيدش عن 6 سنتي. تمام. البيز او الاساس بيبقى دايما في احجار متكسره، اكبر حجره فيها المفروض ما تزيدش قطرها عن 6 سنتي، من خواصها زي ما قلنا قويه، فري دريننج، كسر احجار، احنا بنكسرها لاحجام معينه فهي كمان مانيفاكتشرد، ليس اكسبنسيف طبعا لانه اغلى حاجه في الطبقات دي كلها هو طبقه الاسفلت، لان الاسفلت هو اللي غالي، الماده الرابطه. تمام. بعد كده في حاجه اسمها سب بيز او الاساس المساعد، ماشي. السب بيز ده بيبقى متوسط القوه، برضو فري دريننج، في معظم الاحيان بيبقى ناتشرال ماتيريال. في مصر عندنا بنستخدم ايه كاساس مساعد؟ بنستخدم رمل خشن. تمام. بيبقى بتدرجاته بقى، بنشوف تدرجاته ونشوف السترينث بتاعته ونجيبه ونستخدمه كطبقه اساس مساعد. الحقيقه في مصر مش دايما بنستخدم اساس مساعد، التربه في مصر والحمد لله قويه، فطرق قليله اللي بنحتاج نستخدم لها اساس مساعد. فطبقه السبس دي هتلاقيها موجوده في بعض الطرق، وفي طرق كتير برضو ما بتبقاش موجوده فيه. تمام. وطبعا ان اكسبنسيف، لان ماده طبيعيه ما بنصرفش عليها، احنا بنصرف على الاساس كسرات، بنكسر ونشوف تدرجات ونعمل اختبارات وكلام من ده، فايه فبيبقى غالي بس اقل طبعا من طبقه السطح. والسب بيس كمان يعتبر مش غالي، لان ماده طبيعيه زي ما قلنا بنجيبها من مكانها وننقلها للموقع، فبنتكلف بس تكلفه النقل. تمام. بعد كده السب جريد، طبقه التاسيس. والسب جريد هي عباره عن التربه الطبيعيه اللي موجوده في المكان اللي انت بتعمل فيه الطريق. طبعا انت لما بتيجي تعمل طريق بتيجي في البدايه خالص وتبتدي تاخد جسات بعدد معين على حسب طول الطريق وعرض الطريق واهميه الطريق والفانكشنال كلاسيفيكيشن بتاعه، وبتاخد الماتيريال دي تختبرها في المعمل وتشوف السترينث بتاعتها ايه. عاده بتكون طبعا ضعيفه، ما لو بدليل ان هي لو كانت قويه من الاساس ما كناش عملنا الطبقات دي كلها. احنا بنعمل الطبقات دي كلها ليه يا شباب؟ لان زي ما قلنا في فوق خالص مساحه الاجهاد هي مساحه التلامس مع العجل. انتوا كنتوا خدتوا في السويل قبل كده توزيع الاجهادات، لو انت عندك قاعده في السويل، فاكر توزيع الاجهادات الاثنين لواحد اللي انت خدتها زمان؟ ماشي. هو بيحصل توزيع للاجهادات كده، بس مش بالضروره تكون اثنين لواحد بالظبط زي ما عطوك في السويل. الميل بتاع توزيع الاجهادات ده بيتدرج على حسب الماتيريال اللي موجوده عندك. كل ما الماتيريال تكون السترينث بتاعتها اعلى
ماشي، كل ما توزع الـ 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 الأحمال على مساحة أكبر. ماشي، الطبقة بقى اللي موجودة دي اللي هي طبقة الساب جريد، اللي هي بتبقى ضعيفة وبتبقى فيها مية وبتبقى في أحيان كتيرة جدا مويشر سنسيتيف، يعني أما تزيد نسبة المية فيها السترينس بتاعتها بيقل كتير، زي التربة التينية مثلا اللي منتشرة على حدود وادي النيل، لما يكون المية موجودة فيها ممكن تتحول، لو نسبة المية زادت قوي ممكن تتحول لروبة، حاجة ما بتستخدمش حاجة، ما بتستحملش حاجة خالص. ماشي، فلازم نعرف نسبة المية فيها قد إيه، لازم نعرف السترينس بتاعتها عاملة إزاي. دي الانسيتيو سويل اللي هي التربة الموجودة في الموقع عندك اللي انت مجبر عليها، يا إما تستخدمها زي ما هي موجودة كده ماشي، يا إما لو ضعيفة جدا هتعمل لها تثبيت. تمام، طيب ده شكل، احنا كده شفنا الطبقات ماشي، وكل طبقة ايه خواصها، ده بيبقى شكل توزيع الإجهادات تقريبا. تمام، يجي عندي كده السطح فوق وقع عليه الإجهاد في مساحة صغيرة، هي مساحة التلامس ما بين العجل وما بين سطح الطريق، يبتدي يوزعها وتنزل كده لحد ما توصل للليرز المختلفة. فلو كينا نشوف شكل توزيع الإجهادات بقى على كل لير منهم، هنلاقي إن هي في البداية بتكون مركزة وشديدة، يعني لو اعتبرنا إن الارتفاعات دي بتدل على تركيز الإجهادات، فهنلاقيها دايما في النص على حاجة، وعلى ما نمشي لاترال بقى بعيد عن العجل بتبتدي تقل لحد ما توصل لآخر طبقة خالص بقيمة قليلة. الغرض من الترتيب ده ان احنا نحط الطبقات بالشكل ده، ان احنا عندنا كده عبارة مشهورة بنقولها ايه، stronger layers shield weaker materials. يعني ايه؟ انا بحط طبقة قوية جدا في البداية عشان تبقى كلمة shield يعني درع، ماشي، يعني بتحمي الطبقة اللي تحتيها، بتحميها من ايه؟ من ان الإجهاد يوصلها بقيمة اكبر من السترينس بتاعتها. اوكي، فانا عندي طبقة السطح بنحط طبقة قوية جدا عشان خاطر توصل الحمل للطبقة اللي بعدها هو نفس الحمل نفس الوزن، لكن توزعه على مساحة اكبر فيكون قيمة الإجهاد اقل. طبعا مفيش حاجة اسمها إجهاد منتظم، حتى إجهاد العجلة لو احنا رسمنه لك هنا بشكل قد يبدو منتظم لكن هو مش منتظم الحقيقة، احنا بنعمل assumption نقول فيه ان هو منتظم، لكن هو ليه توزيع وفي برامج كمبيوتر بتجيب التوزيع دوت. بس خلينا في التصميم نحاول نفترض ان هو منتظم عشان نسهل على بعض التصميم. تمام، فهو بيوصل لللايرز اللي تحت، طبعا تحت العجل بالظبط او في سنتر لاين العجله، وفي معادلات كتير جدا بتحسب الكلام ده، وفي تشارتس بتحسب الكلام ده، بيكون الاجهاد في النص اكبر ويبتدي يقل على الجناب، وكل ما ننزل لللاير اللي تحت نلاقي شكل الاجهاد والتوزيع بتاعه بيقل قيمه الاجهاد وبتزيد مساحه التوزيع، عشان انا عايز الطبقه اللي تحت خالص اللي هي طبقه ضعيفه انا ما قدرتش امشي عليها بالعجل ده بوضعها زي ما هي كده عشان ما يحصلش فيها انهيارات، يوصل لها الإجهاد بقيمة أقل من السترينس بتاعتها. فأنا بعمل الترتيبة بتاعت اللايرز دي بحيث إن الطبقات القوية تحمي الطبقات اللي تحتها. الفليكسبل بيفمنت بيكون شكل القطاع عامل إزاي؟ زي ما قلنا كده، أنا عندي بقى أسفلت كونكريت سيرفيس أهو، خلينا اللي على الشمال دي ترافيك لين، اللي على اليمين ده الشولدر. واحنا بنشرح، لما كنا بنشرح في التصميم الهندسي قلنا لك الشولدر عشان يبقى شولدر ما بنرصفوش بنفس الماتيريال بتاعت ايه؟ بتاعت الحارة، لان لو رصفناه بنفس الماتيريال بتاع الحارة وبقى قوي ويستحمل الاحمال اللي وقع عليه زي وزي الحارة بالظبط، وبقى ناعم نفس نعومة الحارة، الناس بتستخدمه كحارة ففقد الوظيفة بتاعته. انا عايز الشولدر يفضل شولدر، فهنتكلم عن الترافيك لين وبعدين هتكلم عن الشولدر دلوقتي. الترافيك لين بيبقى عندي عبارة عن اسفلت كونكريت سيرفيس وبايندر لايرز، يعني ممكن يكون اكتر من طبقة ملزوقين في بعض، فيبقى عندنا في مصر مشهور قوي احنا بنعمل في معظم الطرق طبقتين، طبقة رابطة وفيها طبقة سطحية. ايه الفرق بين طبعا الرابطة؟ المقاولين بيقولوا عليها كده، بيقولوا عليها رابطة وبيقولوا سطحية. الرابطة بنسميها بايندر كورس، بايندر كلمة بايندر في اللغة يعني مادة رابطة، ماشي، بايندر كورس، والسطح بنسميه ويرينج سيرفيس. ويرينج يعني سطح بيبلى، بيحصل له مع الوقت ان هو يبوظ ويتكسر
ويحصل فيه شروخ ويحصل فيه عيوب، هنتكلم على بعض العيوب دي النهارده. فانا بعمل الاسفلت بطبقات ماشي، وطالما انا 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 صحيح عامله طبقات، لكن انا عايزه اللايرز دي كلها تشتغل مع بعضها متماسكه كانها طبقه واحده. فبنعمل ايه؟ اكيد شفتوا الكلام ده موجود على الاسفلت كتير، يعمل طبقه وبعدين بعد ما يعمل طبقه يرش اسفلت فوق الطبقه دي، وبعد اقل من ساعتين يحط الطبقه اللي بعديها على طول. الاسفلت اللي بيترش ده اسمه لزق، بنلزق الطبقتين في بعض عشان نضمن ان هم يلتصقوا تماما فيشتغلوا مع بعض كانهم يونت واحده. تمام. فالاسفلت طبعا ممكن يكون اكتر من طبقتين في بعض الاحيان لو عندي عمق اسفلت كبير. بنعمل كده ليه؟ كذا حاجة. أول حاجة الرابطة بتبقى أخشن شوية من السطحية، وبما إنها أخشن فالمساحة السطحية بتاعتها أي ماتيريال لما تكون حجم الحبيبات بتاعتها أكبر بيكون المساحة السطحية للحبيبات أقل ولا إيه؟ أكبر. أقل بتكون أقل. البشمهندس اللي بيقول أكبر، كل ما الحبيبات نعمت ماشي لنفس الحجم. عشان معلش يا دكتور بس. طيب لا ولا يهمك، احنا هنوضح تاني الكلام ده، انتوا خدتوه بس هنوضحه تاني. كل ما الحبيبات صغرت ماشي في نفس الحجم عدد الحبيبات هيزيد. تمام. ولما ناخد كل حبيبه لوحدها ونحسب المساحه السطحيه بتاعتها ونعتبر سي ان الحبيبه دي كوره ونحسب المساحه السطحيه بتاعت الكوره، فاحنا هيبقى عندنا كور كتير جدا 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 في التدرج الناعم ماشي، فالمساحة السطحية هتبقى أكتر. تمام. إحنا الخلطة الأسفلتية إن شاء الله لما نيجي نتعلم تصميمها، الأسفلت اللي بنحطه ليه وظيفتين، جزء منه بيمتص على سطح الحبيبات ماشي، والجزء اللي باقي بيربط الحبيبات ما بينها وما بين بعضها. فأنا كل ما زادت النعومة كل ما احتاجت أسفلت كونتنت أكتر، كل ما احتاجت نسبة أسفلت أعلى عشان أضمن إن أنا أغطي سطح الحبيبات بالكامل، وبعدين يتبقى لي جزء يربط بين الحبيبات وبعضها. فاحنا لما بنعمل طبقة سطحية وفوقيها طبقة طبقة سطحية وتحتيها طبقة رابطة، فالرابطة بتبقى أخشن شوية من السطحية، بتبقى نسبة الأسفلت فيها أقل، بتبقى نسبة الفراغات. لو تاني بقى أسألكوا السؤال ده، انتوا خدتوه قبل كده في السويل، لما يكون عندي تدرج أخشن نسبة الفراغات بتبقى أكتر ولا أقل؟ أكتر. تمام. برافو عليك. ماشي. فإن الطبقة الناعمة اللي فوق تبقى نسبة الفراغات فيها أقل، وهنلاقي ده في المواصفات لما نيجي نتكلم في المواصفات إن شاء الله. الرابطة نسبة الفراغات فيها أعلى، نسبة الأسفلت اللي مطلوب ليها أقل، فأنا بقسمهم كذا طبقة كده عشان أوفر ماشي، لكن لازم أضمن إن أنا يشتغلوا مع بعض فبلزقهم في بعض بطبقة اللزق. هنتكلم عن كل الطبقات دي لما نيجي نتكلم في تصميم الخلطة. يبقى عندي طبقات الاسفلت اللي هي بنسميها اسفلت كونكريت سيرفيس اند بايندر لايرز، ايا كان عدد الطبقات دي. عندي بعد كده البيس ماشي، عندي بعد كده السب بيس، وبعدين السب جريد. طب بالنسبه للشولدر بنعمل الشولدر ازاي؟ اتفقنا ان انا ما بعملش الشولدر ليه كذا غرض. الاغراض الهندسيه اللي احنا قلناها في التصميم الهندسي، ودي مهمه قوي، وقلنا لك كلمه كده ساعتها ان هو بيحسن السعه الانشائيه للطريق. بيحسن السعه الانشائيه للطريق ازاي؟ ان انا عندي بص عرض الشولدر ده اللي هو بيبقى 1.8 متر، ده مفروض ما عليهوش احمال، وكل ده كده العمود بتاع التربه اللي تحت الشولدر كله بيسند الجنب بتاع الطريق. فلما يجي الطريق ماشي عليه عربيات نقل تقيله ويحصل ضغط راسي على الطبقات دي، يبتدي لو ما كانش فيه كونفاينمنت يبتدي حبيبات التربه تتسرب من تحت الطريق بتاعي. لا انا ما بيحصلش عندي كده، لان انا الشولدر بيعمل ايه؟ كونفاينمنت. طب ما في عربيات بتقف على الشولدر، هي العربيات دي مش بتمثل احمال؟ ده سؤال. بتمثل احمال. طب ما احنا شايفين منها ليه؟ مش عايزين نعمل كونفاينمنت للشولدر كمان ليه؟ عشان مؤقته يا دكتور. مش بس مؤقته، هو كلامك صح. اولا هي مؤقته، ما هياش دايناميك، العربيه هتركن على الشولدر ايه اللي هيحصل يعني؟ ما استاتيك. ثالث حاجه بقى، هو كام عربيه من اصل المرور اللي ماشي راكن؟ هو كل المرور بيركن؟ هو عدد العربيات في الساعة قد إيه؟ إحنا لما بنيجي نحسب العمر التصميمي بنحسب عدد العربيات في اليوم ماشي، ومنه بنحسب عدد العربيات في السنة، ومنه بنحسب عدد العربيات في الحمل في العمر التصميمي للطريق اللي هو ممكن يوصل لعشرين وثلاثين سنة، وبيبقوا بالملايين. طب اللي هتقف على جنب الطريق دي كام واحدة
من الملايين اللي احنا هنحسبها، فطبعا تأثيرها لا يذكر. ماشي. الشولدر نفسه بيمثل confinement للطبقات الطريق وبيعمل له تحزيم كده جانبي. confinement بالانجليزي يعني بالعربي محاصرة أو تحزيم، بيحزم الحبيبات بتاعة الطريق بحيث ان هي مهما وقع عليها من احمال ما يحصلش تسرب. وطبعا احنا لما بنيجي نعمل اي طريق بنعمل ميل جانبي زي ما هو باين قدامكم كده في الفجر اللي قدامنا او القطاع اللي قدامنا. كل الطبقات دي مع بعض كده، هخليك تسأل حالا، هو اقول بس كلمة وبعدين اسأل اللي انت عايزه. كل الطبقات دي مع بعض كده، الاسفلت لايرز والبيز والصب بيز، بتمثل البيفمنت ستراكشر. اما الصب جريد هي اصلا بتبقى موجودة، انا كل اللي بعمله فيها ان انا بعمل لها تسوية. ماشي. بعمل لها دمك، بسويها بميول معينة، بعمل لها دمك. ماشي. ده طبعا بعد ما اعمل حفر وردم اللي اتفقنا عليه لما كنا بنتكلم في البروفايل. بعمل لها بالمناسيب المطلوب، وبعدين اعمل لها تسوية واعمل لها دمك. لو ضعيفة جدا وانا درستها لقيت ان هي ما تقدرش تتحمل الطريق اللي وقع عليها، بعمل لها تثبيت. ماشي. لكن السب جريد او طبقة التأسيس هي التربة الموجودة في الموقع، واللي احنا بنحطه فيها ده فوقها ده اسمه البيفمنت ستراكشر. اللي كان عايز يسأل بقى، كان عايز يسأل في ايه؟ وقت الزحمة يا دكتور لما بيبقى المرور كبير وكده والطريق واقف، بتبقى الشولدر دوت العربيات اصلا بتاخده حرم من ضمن حرات الطريق. انا عارف، وده غلط. ما بيبقاش بقى على قد عربية ولا اتنين، ده ممكن يبقى واقف صف مثلا كيلو اتنين كيلو وماشي كده حرم. استيل لا يقارن بعدد العربيات اللي ماشي على الطريق طول الوقت. يعني برضو ما بيأثرش، القصد ان هو ما بيأثرش على الشولدر. لا. بدليل ان احنا ما نعملش كده، وطبعا المفروض ما نعملش كده. ماشي. لكن ساي حتى لو احنا بنعمل كده، ده ما بيحصلش، ما بيمثلش نسبة كبيرة من حجم عربيات اللي بتستخدم الطريق. وحاجة تانية بقى مهمة كمان عايز اكلمكم عنها، واكتر حاجة بتسبب الدامج الحقيقة مش العربيات بتاعتنا الصغيرة دي ولا الميكروباص ولا كلام من ده. اكتر حاجة بتسبب دامج على الطريق هي عربيات النقل. انت عمرك شفت عربية نقل بتروح تخش على الشولدر وتلف عشان تقطع عليك من اليمين؟ لا، هما دايما واخدين الشمال. هو مفروض ما ياخدوش اليمين الشمال، هو مفروض طبعا مكانهم في الحارة اليمين وليهم حارات محددة. أيوة، في طرق كتير. بس بغض النظر، عمرك شفته ماشي على الكتف او على الطبان؟ لا ما ينفعش، لان المساحة ما تكفيهوش. كل اللي بيمشوا على الكتف او على الطبان عربيات صغيرة بتهرب من ايه؟ من الزحمة. اما نيجي ان شاء الله نتكلم في الاحمال، لو في فرصة ان احنا نتكلم فيها في الكورس ده او نديها لطلبة المشروع، هتلاقي ان عربيات في معامل بيسبب. احنا لما نيجي نحسب الاحمال بنضرب معامل كده في كل سيارة عشان نحول لحمل مكافئ. ما احنا متفقين من زمان، من ايام ما كنا في المدرسة، ما ينفعش اجمع بطيخة على برتقان، صح؟ وبالتالي ما ينفعش اجمع عربيات نقل على عربيات ملاكي بتاعتنا اللي احنا بنمشي بيها دي. انت يخالف، لكن العربية الملاكي حاجة تقيلة، العربية الملاكي حاجة خفيفة جدا بالنسبة، او الدمج اللي بتسببه مقارنة بالعربية النقل لا يقارن. فتيجي ما تشوف المعاملات في جداول كده عشان تطلع منها حاجة اسمها load equivalency factor. ماشي. عشان اطلع load equivalency factor هنلاقي العربية النقل دي بتضرب في رقم من 1000 الملاكي، لكن العربية النقل بتضرب في 2 و3 و5 و7 و10. ماشي. وكمان لما نيجي نجيب الارقام بتاعت load equivalency factor دي في معاملات معينه كده بنرفعها الاس 4. اوكي. فتخيل الرقم لما يبقى رقم صغير وانا ارفعه الاس 4 يبقى كان مش موجود. ماشي. فكل العربيات اللي بتهرب على الكتف زي ما انت بتقول في وقت الزحمه حتى لو كان عددها كبير، هي لا تقارن كاحمال، والدمج اللي بتسببه للطريق لا يقارن بعربيات النقل. جاوبت على السؤال؟ ننقل على اللي بعدها. طيب الفليكسبل بيفمنت بقى اللي هو الرص في المرن، ليه انواع ولا كل الرص في المرن زي بعضه؟ ليه انواع طبعا على حسب سمك الطبقات بتاعته. يعني اول حاجه عندنا نوع من انواع الرص في المرن بيقول لك ثاني. يعني ايه؟ يعني كل الطبقه الاسفلت اللي فوق دي اقل من 2 بوصه، الاثنين دي بوصه طبعا انش. 2 بوصه يعني كام سنتي؟ تقريبا 5 سنتي. هم 5 سنتي و8 من 100، 8 من 100 مش هنحسب. خليكم معايا ثواني.
فلما يكون سمك الراس في اقل من 5 سنتي هم 2 بوصه قال لك ده بيبقى عباره عن ويرنج سيرفيس. بس ويرنج سيرفيس يعني ايه؟ انا حطه عشان يبقى ناعم عشان العربيات لما تمشي عليه تبقى ماشي على سطح تعرف تتعامل معاه فما يقللش السرعه وما يعوقش الحركه. لكن اكشوالي الويرنج سيرفيس اللي هو ال 5 سنتي ده مش 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 بيمثل لي سترينث، يعني مش بيمثل حاجه كبيره. السترينث يعني في الحاله دي بيبقى اكتر باي انباوند جرانيولر لايرز، بالطبقات المفككه اللي تحت، عامل طبقات مفككه قويه. الاحمال عندي مش كتير، ما عنديش عربيات نقل، فبعمل ويرنج سيرفيس بس عشان الناس تمشي عليه. على سبيل المثال عندنا داخل حرم الجامعه عندنا في الكامبس بتاعنا، انت بتشوف عربيات نقل داخل الحرم؟ بيدخلوا يا دكتور ساعه ما بيبقى في الا لما بيكون عندنا انشاءات جديده طبعا صح. ايه ايوه صح، هو وجودها قليل يعني. ايوه نسبتهم من المرور كام؟ معاك انا موجوده. احنا بصوا يا شباب ان شاء الله لما نيجي نتكلم في الاحمال حاجه من الحاجات اللي بتهمنا قوي نسبه النقل من المرور كام، لان النقل هو اللي بيسبب دامج كبير جدا على الطريق. اوكي فنسبتهم كام مثلا عندنا في الكامبس؟ هما بيبقوا يعني موجودين خالص 3-4% يعني، بس قليل ولا يجي 3-4% والله. انا بقول بالكتير خالص يعني نص في المية. ماشي انا معاك، ولا يجي 3-4% ده لو 1% يبقى احنا ايه يعني بلغنا قوي قوي قوي. تمام طيب حاجه زي الكامبس بتاعنا ده بما ان ما بيخشوش نقل خالص تقريبا، تمام، او بيخشوا نقل بس في حاله لما يكون عندنا كونستراكشنز جديده، هل انا محتاج هنا ان انا اعمل طبقه اسفلت، طبقتين اسفلت 12 سنتي مثلا وكل واحده فيهم واعمل ما بينهم لزق وكلام من ده؟ لا انا مش محتاج. ماشي فالحقيقه ان انا بضرب المثال بالكامبس بتاعنا ليه؟ لان في طرق بيسموها لو فوليوم رودز. يعني ايه لو فوليوم؟ حجم المرور عليها كبير، لما بيقول صغير سوري قليل، اما بيقول له فوليوم ما بيقصدش ان العدد بس قليل لكن نسبه النقل فيه كمان قليله. فاللو فوليوم رودز انا مش محتاج غير طريق ممهد امشي عليه، لكن كسترينس انا مش محتاج سترينس بيه. فممكن في حاله اللو فوليوم رود، على فكره في ناس كتير بيعملوا اللو فوليوم رود حجاره بس. يعني ايه حجاره بس؟ اساس. ماشي انا مش محتاج اكتر من اساس، بس العربيات لما تمشي على الاساس لوحده كده بتتضايق. مش احنا قلنا من ضمن الحاجات اللي نعملها لليوزر ان احنا نوفر له كومفورت، راحة وهو ماشي على الطريق؟ مظبوط. ففي الحالات دي بنعمل حاجة اسمها thin flexible pavement او thin pavement. ماشي بيقولك الاي سي اللي انا بحطها دي او الاسفلت كونكريت اللي انا بحطها دي ويرنج سيرفيس بس عشان الناس تمشي عليه وهي مرتاح، لكن السترينث اللي مطلوبة للطريق عشان تتحمل العربيات اللي ماشية عليه او الترافيك اللي ماشي عليه هي انا بقدر اخدها من الطبقات المفككة فقط. تمام في نوع تاني ثيك. ماشي ثيك يعني ايه؟ اتخن شوية بقى من الثان. ماشي عندنا الاي سي بتاعتنا ممكن طبعا تكون اكتر من طبقة، فيبقى عندنا كده هي بقت ويرنج سيرفيس سطح ناعم عشان الناس تمشي عليه، لكن كمان هي ستراكشرال لاير بتحمل احمال معانا. اوكي بشوف الاي سي او الاسفلت كونكريت بيديني سترينث قد ايه، والباقي بعد كده باخده من الانباوند جرانيولار لايرز اللي هي الطبقات الحبيبيه الايه المفككه. ماشي في نوع ثالث ده ما بيستخدمش الا في الطرق اللي هي عليها احمال قويه قوي اسمه فول ديبث. يعني ايه فول ديبث؟ كل السترينث اللي انا عايزه للاحمال باخده عن طريق الاسفلت. مشكلة الفول ديبس ان هي في التصميم بتاعها طبعا هي ليها طرق، كل واحدة من دول ليها طريقة تصميم مختلفة غير التانية، بس مشكلة الفول ديبس ان هو مكلف، مكلف قوي. ماشي فما بنلجلوش غير في المنشآت المهمة جدا زي مثلا المطارات. ماشي فعندنا زي ما قلنا كده الفليكسبل بيف من ثلاث انواع، ثان وساك وفول ديبس. ايه اكتر نوع منتشر في التلاتة دول في تخيلك كده كمهندس؟ ثيك. برافو عليك. النوع اللي منتشر اكتر حاجه الثيك، لان انا ايه انا بوازن اقتصاديا ما بين ان انا استخدم الاسفلت بتاعي
بطبقاته المختلفة وما بين الباوند الانباوند لايرز ان هي تدخل معايا. ومعظم الطرق لما بيكونش فيه احمال كبيرة، طب المطار ايش معنى المطارات مثلا بنعملها فول ديبس؟ لان الفيكل هنا اتغيرت، الفيكل ما بقتش مجرد عربية اخرها 70 و80 طن. طب طبعا هي مش اخرها 70 و80 طن، هو المفروض في التصميم في الكود 70 و80 طن، وانتوا عارفين ان في مصر هنا بيزودوا الاحمال عن كده، وهنتكلم في موضوع الاحمال ده بالتفصيل. ده غير انها بتنزل اصلا وزن الطياره نفسها بينزل، بيبقى فيه قوه دفع، يعني مش ماشيه بس، يعني في قوه دفع نازله. بالظبط. لا وحاجه تانية كمان، اولا الفيكل تقيله جدا، ماشي، الفيكل تقيله جدا. ثانيا ان شاء الله في كورس المطارات اللي بيبقى في الترم الثاني، هو كورس اختياري، هنكلمك على الموضوع ده بالتفصيل. كمان هي وهي في الاخر خالص وهي بتهدي، المحركات بتاعتها بتطلع دخان وأبخرة ساخنة لها درجة حرارة، الأسفلت أصلا بيتأثر بدرجات الحرارة. فهنقول إيه البدائل اللي بيعملوها في الحالة دي لما نتكلم في المطارات إن شاء الله، ماشي. طيب ده الفليكسبل بيفمنت. الريجيد بيفمنت بقى عامل إزاي؟ ريجيد يعني إيه؟ جسي جسي، ماشي، جاي من الجساءة، أوكي، وبيبقى عبارة عن ايه؟ خرسانة. بروح جاي عامل طبقة خرسانة في ترافيك لين، ماشي، وبعد كده حط الطبقات بتاعتي. والحقيقة هنا الخرسانة اللي انا بحطها اللي هي بتبقى بلاطة، it acts like البلاطة الخرسانية، البيهيفير بتاعها بيبقى نفس بيهيفير البلاطة، واحسب لها استريسز وعزوم ومش عارف ايه وكلام من ده، تمام. والحقيقة ان طبقة الخرسانة او بلاطة الخرسانة دي بسمكها، طبعا ما بتبقاش بلاطة صغيرة زي بلاطات السقف، بتبقى بلاطة كبيرة شوية، تمام، والسمك بتاعها كبير شوية. والبلاطة دي اما بنيجي نعملها بيبقى البلاطة بتشيل الاحمال كلها، هي بتبهيف نفس بهيفير الخرسانة اللي انت خدته في الخرسانة بالظبط بالاحمال الواقع عليها، بس طريقة حساب الإجهادات عليها مختلفة شوية، لأن احنا ما عندناش حمل ثابت زي ما انت تعلمت في اللوس أوف وفي الكاميرات والحاجات دي. الحمل مش ثابت، الحمل عندنا هنا متحرك، ماشي، فبتبهيف بهيفير البلاطة في الديناميك لودز، والبلاطة بتشيل الحمل كله، هي مش محتاجة حاجة تحتها تشيل الحمل، بس أنا ما ينفعش أحط البلاطة على الصب جريد، فبعمل طبقة بنسميها صب بيس، هي طبقة مفككة برضو، الغرض منها بس عارف النظافة. انت لما تعلمت في الاساسات وجيت مثلا بتعمل لبشة بتعمل تحتها طبقة خرسانة عادية، ليه؟ فرشة نظافة. فرشة نظافة، ليه فرشة نظافة؟ عشان ما حطش البلاط بتاع الاساسات بتاعتي على التربة على طول، اوكي. هي نفس القصة هنا، بس احنا فرشة النظافة بتاعتنا ما بتبقاش بلاطة خرسانية، فرشة النظافة بتاعتنا بتبقى سب بيس لاير اللي هي برضو بتبقى رمل او حاجة بسمك معين، عشان خاطر انظف وساوي الساب جريد واحط البلاطة بتاعتي، بحيث ان يبقى في طبقة ما بين الاثنين ما بحسبش عليها احمال قوي، لكن الاحمال بتشيلها البلاطة. الريجيد بيفمنت هو كمان ليه انواع دكتور، معلش اتفضل. البيرفيس كونكريت برضو تبع الريجيد، صح؟ قول كده تاني. البيرفيس كونكريت لما بعملها اللي هي تقصد الخرسانه المسامه؟ اه طبعا الريجيد دي نوع. انا مبسوطه ان انت عارف البيرفيس كونكريت. البيرفيس كنا عملنا مسابقه عليها اصلا. ايه كنا عملنا مسابقه عليها تبع اي سي اي السنه اللي فاتت يعني، فانا درستها كويس. اشرح لي عملتوا ايه ليها ابلكيشن في البيفمنت؟ اكيد طالما دورتوا في الموضوع ده فعرفتوا ان ليها ابلكيشن في البيفمنت. الابلكيشن بتاعها في الطرق اللي انا بكون عايزها في الامطار الغزيره، فانا بعملها تبع بتصرف الماء لوحدها تحت التربه الرمليه على طول، لو التربه رمليه منفذه فانا بعمل بيرفيس كونكريت في الامطار الغزيره بدل ما اعمل الدرينج سيستم اللي على الجناب، فده بيبقى بستغنى بيه عن الدرينج اللي على الجناب. والسامبل كانت بتبقى عباره عن اسطوانه باختبار اختبارين، اللي هو الاختبار البرازيلي اختبار الشد، واختبار البيرفيس نفسها اللي هو كميه الماء اللي بتصرفها، فلازم يبقى فيه تسلسل استرنس عالي عشان مقاومه الحبيبات ما بين بعضها، الفيكل اللي ماشي عليها ما تفرقش الحبيبات عن بعض. فده كان الاختبارين، اللي هو اختبار النفاذيه بتاع الميه، كميه التصرف في الوقت بتاعها قد ايه، والتنسال استرنس. برافو عليك. ده ابلكيشن من ابلكيشنز اللي بنستخدمها في البيفمنت.
في المناطق اللي فيها كمية المطر غزيرة، فبنستخدم البيرفيس كونكريت. وليها حاجة تانية كمان معرفش إذا كنت وإنت بتقرأ عرفتها ولا لا، الأسفلت فيه مشكلة يا جماعة إنه بيعمل حاجة اسمها إيربن هيت آيلاند. إنت وإنت بتبص في البيرفيس كونكريت قريت الترم ده قبل كده؟ اللي هو إيه؟ إيربن هيت آيلاند UHI. لا لا الصراحة. طيب هقول لك ليه بنستخدم بيرفيس كونكريت، عشان كذا حاجة. المعلومة دي زيادة يا جماعة، أنا مش هسأل فيها في الامتحان، تمام؟ الأسفلت لونه إيه يا شباب؟ اسود. حلو قوي. الاسود بيعمل ايه في اشعه الشمس؟ بيمتص. في حد في النص كده عمال يهرج صح؟ طيب الاسود لون الاسفلت بيمتص ال اشعه الشمس وبيحتفظ بيه، تمام؟ ومعنى انه بيمتص اشعه الشمس، اشعه الشمس طبعا الشمس نعمه من ربنا علينا، هي نور وكمان حراره، تمام؟ النور شيء جميل بالنهار، لكن الاسفلت بيفضل محتفظ بالحراره ويبتدي يريليس الحراره دي بالليل، تمام؟ الاسفلت لو درجه الحراره اثناء النهار في البلدان الحاره ممكن توصل ل 40 و 45 لو جيت نسمع لو سمحت. الاسفلت مش معنى ان انا مش هسال في الامتحان ان انت يعني اسمع يمكن تستفيد اي حاجه تحس ان هي كده مفيده، ماشي؟ الاسفلت بما انه بيمتص الحراره وبيحتفظ بيها فبتلاقي درجه حراره الاسفلت عاليه جدا، يعني احنا بالنهار لو درجه الحراره بتوصل ل 45 في البلاد الحاره، الاسفلت لو جيت تقيس حرارته هتلاقيها 70 و80، ماشي؟ ف 70 و80 ده بنتكلم على درجات حراره عاليه جدا، وهو كمان بيحتفظ بالحراره دي، فبيبتدي الاماكن اللي هي اربانايزد. يعني ايه اربانايزد؟ حاضره، مدينه كبيره واسعه، ماشي، وفي مساحات اسفلت كبيره جدا مرصوفه فيها، تمام؟ فبتبتدي لما تيجي تشوف الاربن دي وتشوف المناطق السب اربن، المناطق البعيده عنها اللي هي مناطق لسه فيها اشجار وما فيهاش اسفلت وكلام من ده، تلاقي فيه فروق في درجات الحراره. بنسمي ده حاجة اسمها الإيربن هيت آيلاند. آيلاند يعني جزيرة، تمام؟ يعني بقى إيه إيربن هيت؟ هيت طبعاً يعني حرارة، إن منطقة المدن، وتلاحظ إن المدن الكبيرة دايماً تلاقي درجات الحرارة فيها عالية شوية. القاهرة، حد فيكم بيلاحظ لو ليه قرايب في القاهرة واتكلمتوا عن الجو كده، إن دايماً الحر القاهرة حر عن عندنا مثلاً في طنطا وفي المحلة وفي الأماكن دي؟ أيوة يا دكتور. ليه؟ القاهرة مش في الصعيد، هي طبعا ما بتوصلش درجات حرارة زي الصعيد، يعني مش قريبة قوي. الفرق بيننا وبين القاهرة ما يخليهاش قريبة قوي من خط الاستواء لدرجة ان هي تبقى حر قوي عننا. التفسير بتاع الحكاية دي هو موضوع الاربن هيت ايلاند، لما يكون في عندنا مساحات اسفلت كتير بتحفظ بدرجات الحرارة، فبتلاقي درجات الحرارة داخل المدن الكبيرة دايما درجات الحرارة فيها عالية شوية، ماشي؟ فروق درجات الحرارة بتوصل لست وثمان درجات مئوية عن المناطق الصاب إيربن، عن المناطق الخلوية. فبقوا يتجهوا مؤخرا، لأن طبعا الظاهرة دي لها أضرار كتير جدا، منها إن الناس بتستخدم تكييفات أكتر، فبقوا يستخدموا الإير كونديشنز أكتر، فيبقى في استخدام أو ضغط على الطاقة أكتر، والعالم كله بيتجه دلوقتي لترشيد استهلاك الطاقة. المشكلة كمان إن استخدام التكييف كتير، ما هو بيبرد داخل المباني لكن بيطرد الحرارة، التكييف بيطلع حراره بره المباني، تمام؟ فهو بيخفف عن درجات الحراره عن الناس داخل المباني، لكن بيزود درجات الحراره في الشارع. فهو بيساعد في ان الظاهره دي تزيد اكتر، مش بيخفف الظاهره، هو بيخفف الظاهره سباتشالي، يعني في اماكن معينه داخل المباني، لكن هو بيزود الظاهره دي. فبقى في اتجاه عالمي ريسيرش كتير جدا على موضوع الاربن هيت ايلاند ده، بيحاول يدور على طرق لتخفيف فروق درجات الحراره ما بين المناطق الاربن والسب اربن. بقوا بيعملوا الكلام ده ازاي؟ بحاجات كتيره جدا بقى، منها انه مثلا يستخدم البيرفيس كونكريت دي في الاماكن اللي فيها مطر، فيبقى مش بس انا صرفت المطر عشان ما يعمليش دمج في الاسفلت، لا ده انا صرفت المطر، والمطر ده وهو بيتصرف حصل ايه؟ تقليل لدرجات الحراره. مش الميه لما تعدي في مكان الميه بتبرد؟ مش مهندس اللي كان بيكلمنا على البيرفيس كونكريت بالظبط، تمام؟ فالمية بتبرد، فده ابليكيشن من ضمن الابليكيشنز اللي ليها اتجاه كبير مؤخرا،
عشان ظاهرة الإيربان هيت آيلاند. منه كمان مش بس ده، بقى في اتجاه لأن يعملوا أسفلت ملون، أسفلت أبيض، أسفلت ألوانه فاتحة، يبقى في بيجمنت ألوان تتحط على الأسفلت عشان تخلي المساحات الكبيرة دي بدل ما هي لونها أسود يبقى لونها أفتح شوي، ما وصلوش للأبيض أبيض يعني، بس وصلوا الألوان فاتحة ما تمتصش كل درجات الحرارة دي. بقى في اتجاه لأن أسطح المباني تبقى أسطح مزروعة، لأن الفيجيتيشن أو الخضرة بتقلل من تأثير الإيربان هيت آيلاند. بقى في اتجاه لأن يستخدموا أسطح عكس على المباني أو أسطح لونها فاتح على المباني، لأن المباني اللي كانوا بيعملوها المباني الزجاجية اللي هي كل الواجهات بتاعها إزاز دي، يمكن تكون معماريا في وقت من الأوقات كانت popular قوي وما زالت popular بشكل ما، لكن في نفس الوقت هي بتدخل الشمس جوه المباني وبالتالي بتحبس الحرارة وبتخلي الناس تستخدم التكييفات وبتخلي الظاهرة اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي اللي هي الإيربان هيت آيلاند ديزيز. ففي اتجاه من اتجاهات العمارة البيئية أو العمارة المستدامة sustainable architecture، إن أنا بستخدم أساليب كتيرة جدا عشان أقلل من تأثير الإيربان هيت آيلاند، منها البيرفيس كونكريت اللي زمننا نكلمها عنها، الأسفلت الملون والمباني الفاتحة، المباني اللي يندهن ظهرها بألوان فاتحة عشان تقلل من تأثير الإيربان هيت آيلاند، وإننا نزود الفيجيتيشن داخل المدينة أو نزرع مش بس أشجار في الشارع، نزرع أسطح المباني عشان تخفف من درجات الحرارة بالشكل ده. تمام؟ نكمل الحتة دي، كانت حتة كده ثقافة ليكم. طيب هسأل بس اتفضلي. هو حضرتك بتقولي إن هو في اتجاه إن هم يعملوا الأسفلت لون تاني مثلا غير الأسود أو يقللوا درجات الأسود ده، صح؟ تمام. طب يعني هيحطوا مادة على الأسفلت تغير لونه، صح؟ طب المادة دي مش هتأثر على خواص الأسفلت أو إيه أو إيه المادة دي ممكن تكون إيه مثلا؟ في مواد كتير جدا، في أبحاث كتير جدا في الموضوع ده. أنا ليا بحث قبل كده على الإيربان هيت آيلاند، كنت نشراه في سنة أعتقد السنة اللي فاتت أو اللي قبلها مش فاكرة، ممكن أديهولكم تبصوا فيه. في حاجات كتير عن الإيربان هيت آيلاند وعن إيه الأساليب المختلفة اللي بنستخدمها عشان نقلل من تأثير الإيربان هيت آيلاند. تمام. طبعاً ماشي. طبعاً بصي، هي البيرفيس كونكريت اللي زميلك قالك عليها دلوقتي هي أسلوب من 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 أساليب تقليل درجات الحرارة. أوكي، هو بيحاول إن هو يحقق حاجة معينة، لكن دايماً كل ما بنحاول نحقق حاجة لازم في أبحاث بتتعمل على السترينس بتاعت الماتيريال، وهي هتستخدم هتستحمل الأحمال واقع عليها ولا لا. نفس الكلام بينطبق على موضوع الصبغات، ما بيسموها pigments يعني صبغات، ماشي؟ نفس الكلام بيتم على موضوع الصبغات، بيشوفوا الصبغات دي وبيعملوا أبحاث هي بتأثر على التركيبة بتاعت الخلطة ولا لا، ماشي، وبتأثر في السترينس بتاعتها ولا لا. فالكلام ده عليه ريسيرش كتير قوي. تمام يا دكتور، جاوبتك على سؤالك؟ تمام. لو عايزه هبقى اشير لك البحث، ببعتي لي رساله وانا ابعته لك، لان هو مش open access. اوكي نكمل. طيب الريجيد بيفمنت ده، اما بنيجي نعمل بقى ريجيد بيفمنت بيكون شكله ترتيب الطبقات مع بعض عامل ازاي؟ بستخدم خرسانه عاديه ولا بستخدم خرسانه مسلحه؟ الطبقات بتاعت الاسفلت دي المساحات بتاعت الرصف بتبقى كبيره جدا، انا هستخدم اي نوع من انواع الخرسانه وهربط ما بينها وما بين بعضها ازاي، والفرق ما بين الانواع المختلفه للخرسانه اللي انا هستخدمها في الاسفلت عامل ازاي. هم اربع انواع، نوع اسمه الجوينتد بلين كونكريت بيفمنت اللي هو بصراحه مش لاقي لها ترجمه بالعربي، يعني هي بلين كونكريت اللي هي الخرسانه العاديه. تمام. جوينتد لاننا هنلاقي فيه جوينتس كده بتتعمل. طبعا انتوا في الماتيريال درستوا ان الخرسانه ليها خواص تمدن وانكماش، صح ولا مش صح؟ مظبوط. وكنتوا لما بتيجوا تعملوا مباني بتقولوا ان احنا عندنا فواصل عشان خاطر ما يحصلش تمدد ولا انكماش في الخرسانه، صح؟ تمام. طيب انا الطريق دلوقتي اعمل طريق طوله 60 كيلو، وفرضا ان انا الطريق دوت جينا نصممه طلع ان احنا هنعمله ريجيد بيفمنت. عرض الطريق احنا عارفين ان الحاره الواحده 3.6 متر، صح؟ تمام. طيب وانا عندي كذا حاره في كل اتجاه، زي لو انا عندي 3 4 حارات في كل اتجاه،
فانا بالتالي احنا بنتكلم كده عن مساحات شاسعه من الخرسانة. لو اخترنا ان احنا نعمله خرسانة عاديه، الجي بي سي بي اللي هي الجوينتد بلين كونكريت بيفمنت هي اكتر نوع شائع من انواع الريجيد بيفمنت، تمام؟ اللي هي اول نوع. اوكي طيب انا هعمل المساحات الشاسعه دي ازاي من غير ما يحصل تمدد وانكماش؟ انا مش عايز اعمل الطريق وبعد شويه يحصل فيه شروخ. اوكي فهنعمل ايه؟ هنعملها في شكل بلاطات والبلاطات جوينتس، ماشي؟ هنشوف شكلها دلوقتي. احنا هنعرف الانواع الاربعه وبعدين هنشوف شكلهم بيبقى عامل ازاي في على الطريق، تمام؟ عندنا بعد كده جوينتد رينفورسد كونكريت بيفمنت، ان انا بعمل الطريق بتاعي بس بعمل فيه تسليح خفيف، ماشي؟ والتسليح الخفيف دوت بيوفر لي سترينث معين، ماشي؟ اما بنيجي نقول اي طريق عشان نقعد نتكلم ونقعد نقول اليافطه الطويله العريضه دي جوينتد بلين كونكريت بيفمنت وجوينتد رينفورسد كونكريت بيفمنت، فدايما احنا بنقول اما بنيجي نكتب زي موضوع او ريبورت او تقرير او بحث عن الموضوع بنذكر اليافطه الطويله العريضه دي مره واحده، وبعد كده بنستخدم الرمز اللي هو في الحاله الاولانيه جي بي سي بي وفي الحاله الثانيه جي ار سي بي. اوكي بعد كده عندنا نوع اسمه الكونتينيوسلي رينفورسد كونكريت بيفمنت، ان انا بحاول اعملها مستمره في التسليح بتاعها وما افصلش التسليح وما افصلش الخرسانه لاطوال معينه، طبعا برضو ما اقدرش اعمل ده الى ما لا نهايه، لاطوال معينه اللي هي السي ار سي بي. وبعد كده عندنا اخر نوع خالص هو البري ستريسد كونكريت او الخرسانه سابقه الاجهاد البي سي بي. طيب نبص كده على النوعين الاخر دول، انت دكتور بيستخدموا في انهي طرق؟ هقول لك اهو، اقول لك اهو، خليكم عندكم صبر شويه يا اولاد. طيب الاول نشوف شكلها عامل ازاي ونشوف خواص كل واحده فيها ولما بنعملها الفواصل بتبقى كل قد ايه، ماشي؟ ونشوف احنا بنستخدمها في ايه. فيبقى اللي موجود قدامنا ده كله بلانات الاول بس عشان نبقى فاهمين، اللي قدامنا كله ده ايه؟ بلانز، خلاص كاني ببص على الطريق من فوق. اوكي فانا عندي لو بدانا باول نوع اللي هو الجي بي سي بي او جوينتد بلين كونكريت بيفمنت، ماشي، اللي هو في الجزء الاعلى على اليسار من الصوره، ماشي؟ فبيبقى عندي انا هعمل كده بلاطات والبلاطات دي دكتور حضرتك ما غير الصفحه اصل هي ثابته عندي. طيب انا غيرتها لما تشوفوها كلكم قدامنا دلوقتي اللي هي تايب اوف ريجيد قدامكم ايه؟ مظبوطه التايب اوف ريجيد اللي هي الرسمه الرسومات، في كان في تايب اوف ريجيد بيفمنت اللي هي كانت الكلام اللي مكتوب. لا لا دي هي الرسومات. طيب هنستنى زمننا يعني ثواني كده. وصلت عندك يا باشمهندس اللي كانت الدنيا لسه معلقه عندك؟ تمام يا دكتور. تمام يا باشمهندس، ماشي. طيب الرسومات اللي قدامنا دي زي ما قلنا قبل كده بلانز، كل بلان فيهم بيمثل نوع من انواع ريجيد بيفمنت، ماشي؟ فلو ابتدينا نبص على اول رسمه فوق على الشمال دي الجوينتد بلين كونكريت بيفمنت، خرسانه عاديه، ماشي، بعملها في صوره بلاطات. البلاطات دي ثواني، البلاطات دي بلاطه هي مستطيله زي ما انت شايف كده، خلاص. بيبقى الفاصل بعمل فاصل كده وبعدين اعمل فاصل بعديه، المسافه ما بين الفواصل بتبقى من 15 ل 30 فيت، اللي هم طبعا احنا عارفين ان القدم ب 30 سنتي، فمن 15 ل 30 فيت يعني من 4.5 متر ل 9 متر، ماشي. وبعدين اعمل فاصل تاني، الفواصل دي ممكن يكون فيها دول بارز وممكن ما يكونش فيها دول بارز. يعني ايه دول بارز؟ البلاطه نفسها ما فيهاش حديد، تمام. الدول بار ده عباره عن سيخ حديد طوله بيبقى 25 سنتي وقطره بيبقى سيخ من اللي هو الفاي بتاعته ممكن تبقى 22 او 25 ملي، اوكي كده. والبار ده بنحطه عشان يربط ما بين البلاطات وبعضها، تمام. وفي الحاله بتاعه الجوينتد بلين كونكريت ممكن احط الدول بار ده ما بين البلاطتين وممكن ما احطوش، يعني ممكن تبقى موجوده او مش موجوده، ماشي. لان دايما لما بنعمل النوع الاولاني اللي هو الجوينتد بلين كونكريت بيفمنت بتبقى الاحمال مش تقيله قوي لدرجه ان احنا نحتاج تسليح، بدليل ان احنا بنعمل بلاطات اصلا خرسانه عاديه. الدول بار هي مش باينه في البلان هنا، ماشي، بس المفروض لو ده الفاصل، شايفين انا بشاور فين؟
لو ده الفاصل فانا هيبقى عندي سيخ كده، سياخ زي الشرط اللي موجوده هنا بالطول كده، بس سياخ كده بالعرض هنا اهو في الاتجاه بتاع الحركه. طبعا ده بلاي، فاتجاه الحركه بيبقى من شمال السايق، من شمال اللابتوب ليمينه او من يمينه لشمال على حسب الاتجاه. اوكي، فانا اتجاه الحركه بتاعي العربيه هتعدي على فاصل. طبعا الفواصل دي بعد ما بنعملها هي الفاصل طبعا اوكي، والمسافه دي بنملاها بماده ملقه، تكون ماده زي مواد مطاطيه كده، ونقفل الفاصل بيها عشان خاطر العربيات وهي بتمشي ما تحسش بالفاصل. بس دايما لما انت بتبقى ماشي على سرعات كبيره وماشي في فواصل والفواصل معموله كويس، انت بتحسش بيها بس بتسمع صوت العجل. ما اعرفش انتوا خدتوا بالكم الحاجات دي ولا لا، بتحسوا بيها قوي على الكباري زي الفاصل بتاع الكباري. ايه بقول؟ زي الفاصل بتاع الكباري. ايوه الفاصل بتاع الكباري، مش دايما فاصل خرسانه، الفاصل بتاع الكباري بيبقى فاصل في الاسفلت اللي فوق الخرسانه كمان، ماشي، غير فاصل خرسانه، في فواصل خرسانه فعلا. اوكي، ده ممكن يكون موجود بس مش على كوبري، على طريق. في انا بالنسبه لي في طريق انا اعرفه، طريق ما بين دمياط وما بين وانتوا داخلين على دمياط، ما بين دمياط وما بين بورسعيد، في واصله كده معموله كلها خرسانه، اللي بيروح فيه راس البر ودمياط والاماكن دي ممكن يكون مشي عليه، اسمه طريق دمياط شطة. anyway ده اقرب طريق خرسانه انا اعرفه عشان اقول لكم عليه يعني. فالفواصل دي بتحس بيها وانت ماشي على الطريق كده، هي معموله كويس على فكره، بس لازم تسمع صوتها. حتى لو ما حسيتش بيها كحركه في ميكانيكيه السياره نفسها، بتسمع صوت العجل وهو بيعدي على الفواصل دي. تمام؟ طيب انا الفاصل هنا ممكن احط فيه دول بارز او ما احطش، ماشي. والدول بارز زي ما قلنا كده هي عباره عن اسياخ طولها 25 سنتي، بيتحط نصها في البلاطه اللي قبل الفاصل ونصها في البلاطه اللي بعد الفاصل. فبنعملها واحنا بنصب البلاطه الاولانيه ونحطها فيها ونثبتها، وبعد كده لما نيجي نصب البلاطه الثانيه بتبقى موجوده فيها هي كمان. والدول بارز اسمها دول بارز، ماشي. الدول بارز نقله للاحمال. نقله للاحمال ليه؟ لانها موجوده في اتجاه الحركه، ماشي. في عندنا حاجه تانية اسمها تاي بارز، شايفين العلامات الشرط اللي محطوطه جنب بعض دي، شايفينها ولا مش شايفينها؟ ايوه تمام. ايوه دي اسمها تاي بارز. تاي بارز، تاي جايه من ايه؟ من يربط، رابطه، ماشي. التاي بار هي ما بين حاره والحاره الثانيه، مش ده بلان؟ دي حاره اهي ودي الحاره اللي بعدها. اوكي، هل التاي بار بيتحمل احمال؟ لا يا دكتور، هو مش في اتجاه نقل الحمل. برافو عليك، هو ما بين حارتين، العربيه ما بتمشيش بالعرض، العربيه ماشيه بطول الطريق اللي هو اتجاه الحركه، ماشي. فهي ما بتدوسش وهي ماشيه على الفاصل ما بين الحارتين، يعني ما بتدوسش على التاي بار، لكن هي وهي ماشيه ما بين على الفاصل اللي بيقرر على طول الطريق هي بتمشي على الدول بار، ماشي. فالدول بار نقله للاحمال، التاي بار لا، التاي بار وظيفته فقط يربط ما بين البلاطات، وبرده هو وظيفته انه عشان ما يقعش هو بيربط ما بين البلاطات لكنه لا يتحمل احمال. التاي بار بيبقى سيخ مشرشر، ماشي. الدول بار لا، الفروق كده ما بين التاي بار والدول بار واضحه؟ ليه يا دكتور التاي بار مشرشر والتاني مش مشرشر؟ هقول لك الموضوع ده لما ناخد تصميم الجوينتس بقى، ماشي، عشان انا مش عايزه اكتر الدنيا عليك لان في ايه استريسز وبوند وحاجات كده مش عايزه اتكلم عنها دلوقتي عشان الدنيا ما تلخبطش منك. اوكي، ال ال الفرق الرئيسي ما بين التاي بار وما بين الدول بار انه الدول بار ليه تصميم ولازم احسب القطر بتاعه بالظبط عن طريق ان انا احسب الاحمال، ماشي، بحسب حاجات كتير جدا فيه. التاي بار بنحطه كده من المواصفه، تمام. طيب التاي بار بيتحمل احمال؟ لا، العربيه ما بتمشيش عرضي، ما بتمشيش بعرض الطريق، العربيه بتمشي بطول الطريق وهي بتمر على الفواصل اللي فيها دول بارز. ده فرق مهم جدا ما بين التاي بار والدول بار. اوكي،
طيب الجوينتد بلين كونكريت اللي هي الخرسانه العاديه اللي بعملها بفواصل بنعملها مسافات الفواصل قد ايه؟ قال لك مسافه الفاصل ما بتقلش عن 4.5 متر لكن ما تزيدش ابدا عن 9 متر، ما اقدرش اعملها اكتر من كده. ماشي. وطبعا بنختار المسافات بناء على السكنس، الاحمال، حاجات كتير جدا في المواصفات. طيب لو انا عندي الطريق ده بيتحمل احمال كبيره شويه، ماشي، انا مش هقدر ان انا اشيل الاحمال دي بالبلين كونكريت، خلاص. فبنعمل خرسانه مسلحه بيبقى فيها حاجه اسمها واير فابريك. الرسمه اللي قدامنا على اليمين فوق دي جوينتد رينفورسد كونكريت بيفمنت، ماشي. هي برضو هتبقى عباره عن بلاطات، والبلاطات دي بينها فواصل، بس مش بلاطات خرسانه عاديه، بلاطات خرسانه مسلحه وبيتحط فيها واير فابريك. عاده كده برضو من مواصفه ومن التصميم بيبقى عندي الواير فابريك ده. يعني ايه يعني ايه الواير فابريك؟ يعني شبكه حديد، شبكه كده جاهزه متلحمه في بعضها، وسقطها في الخرسانه وصبها، تمام. الواير فابريك دي بتبقى ليها اقطار معينه، ماشي، ومسافات معينه، وكل مجموعه من الواير فابريك بمواصفاتها بقدر اختارها من جداول بتاع جداول تصميميه. يعني بحسب الاحمال وبحسب الاستريسز واحسب انا هستخدم واير فابريك اقطارها كام ومسافتها قد ايه. طيب لما استخدم انا الواير فابريك ويبقى عندي الخرسانه بتاعتي بقت مسلحه، فاكيد الشرينكج بتاعها هيقل، فاقدر كده ازود المسافات ما بين الفواصل. فالفواصل هنا بتبدا من 9 متر ل 30 متر اللي هم 30 ل 100 فيت، ماشي. طيب هنا في الحاله دي برضو بحط ما بين الحاره والحاره تاي بارز، ماشي. باي ذا واي يا جماعه، معلش انا نسيت اقول الحكايه دي، الفاصل اللي هو على طول الطريق كل مسافه نعمل فاصل، ماشي، بنسميه ترانسفيرس جوينت. الفاصل بين الحارتين بنسميه لونجيتودينال جوينت. جايه منين لونجيتودينال؟ يعني ايه لونجيتودينال؟ طولي. طولي ليه بقى؟ لان الفاصل ده لما نيجي نرسمه كده هنلاقيه ماشي بطول الطريق، فبنسميه، هو طبعا ما اسموش لونجيتودينال، اسمه لونجيتودينال جوينت، اللي هي بتبقى فاصل طولي بطول الطريق. والفاصل العرضي اللي هو بيتكرر كل مسافه ده بنسميه ترانسفيرس جوينت او وصله عرضيه، تمام. في الجي ار سي بي بنقدر نستخدم فواصل كل مسافه من 9 ل 30 متر، ماكسيمم 30 متر. النوع اللي بعديه الكونتينيوسلي ريمبورس، هو طبعا كونتينيوسلي ريمبورسد ده تعبير مجازي، لان كونتينيوس يعني ايه؟ مستمر، ومستمر يعني المفروض مفيش فواصل. هو الحقيقه لا، في فواصل بس عشان المسافات بينها بعدت قوي، فابتدينا نقول كانها خرسانه مستمره. كونتينيوسلي رينفورسد كونكريت فيها هيبقى كونتينيوس رينفورسمنت، والفواصل بتاعتها بتبعد قوي، ماشي. فبيقول لك ان الفاصل من 30 ل 90 متر، وبرده ما بين حاره وحاره بنعمل لونجيتودينال جوينت بي تايب اور. بعد كده اخر نوع هو البريستريست كونكريت، ودي بنستخدمها في الطرق اللي عليها احمال قويه جدا وعاليه، وبرده بتستخدم في المطارات ان انا استخدم بريستريست كونكريت. وطبعا لما يبقى عندي خرسانه سابقه الاجهاد وبالتالي بتتحمل احمال كبيره جدا، وكمان الانكماش بتاعها قليل لان فيها وايرز من جوه، عملوا فيها عمليه الوايرز اللي جوه اتشدت قبل ما تتصب الخرسانه عليها البريستريست، فبيبقى عندنا نقدر نوصل لاطوال كبيره جدا من 90 ل 215 متر في الفواصل. لحد كده الانواع دي واضحه فروق بينها؟ تمام. ايوه تمام. طب والسي ار سي بي ده بيستخدم في ايه برضه؟ كل الانواع دي بتستخدم للطرق بس بتتدرج من احمال لاحمال. كل ما زادت التراك برسنتج، التراك نقصد بيها الشاحنات او عربيات النقل، كل ما التراك برسنتج زادت على الطريق، وكل ما العمر التصميمي طول، يعني انا عايزه الطريق يعيش اكتر، ماشي، كل ما تدرجت في استخدام الريجيد بيفمنت اللي عندي. الريجيد بيفمنت يا جماعه ليه ديورابيليتي كبيره جدا عن الاسفلت، لكن رغم من كده احنا بنشوف معظم الطرق في العالم كله مش في مصر بس اسفلت ولا خرسانه؟ اسفلت. ليه اسفلت؟ لانه ارخص اقتصادي. هو حاليا بدا السعر، فرق السعر يتقلص، لان الاسفلت اخيرا في مصر بالذات
غلي ماشي، لكن هو الانيشال كوست بتاعته اقل من هو من الريجيد بيمنت. اللايف سايكل كوست اللي هي الانيشال زائد المينتنانس كوست الحقيقه اكبر. لكن دول العالم كلها زينا يعني، حتى الدول المتقدمه اللي عندها ميزانيات اكبر من ميزانيتنا ما زالت الميزانيه دي متوزعه ما بين حاجات كتير. فهي الاسهل عليها ان انا اعمل flexible payment بinitial construction cost ميزانية مبدئية أقل، وأعمل بعد كده running cost على سنوات كتيرة متوزعة على سنوات كتيرة حتى وإن كانت في مجموعها أعلى، لكن هي بتمثل نسبة من ميزانية أقل. تمام، هنتكلم عن الموضوع ده تاني بالتفصيل وإحنا بنتكلم عن الفرق ما بين flexible payment ورigid payment. بس خلينا كمان نشوف أنواع composite payment. إحنا خدنا أنواع flexible payment، خدنا أنواع rigid payment، هنتكلم على انواع الكومبوزيت. كومبوزيت يعني ايه؟ يعني مركب، يعني طبقه مرنه وفي طبقه تانية متماسكه. فهنشوف النوع ده هو ليه نوعين. الشكل اللي قدامنا قطاع مش بلان، اوكي، قطاع في الطريق خلاص. فلما نبص للشكل اللي على الشمال اللي بنسميه اوفرلاي، كلمه اوفرلاي سمعتوها قبل كده؟ لا يا دكتور، ايه الاوفرلاي؟ بس كلمه ساندويتش اللي على اليمين اكيد سمعتوها قبل كده. سمعناها بس مش فاكرين بصراحه معناها ايه. الساندويتش انت مش عارف الاوفرلاي، بس انت عارف ساندويتش اكيد. اه سمعنا الساندويتش ده بس مش فاكر، انا مش فاكرها بصراحه بس سمعتها قبل كده. كان في حاجه في الستيل اسمها ساندويتش بقى يا دكتور. اه هنتكلم عن الساندويتش، بس خلينا نتكلم الاول على الاوفرلاي. قبل ما اكلمكم على الكومبوزيت ستراكشر اللي قدامكم، اما بيحصل مشكله في اي طريق بنعمل ايه؟ يعني نوع المينتنس اللي احنا بنشوفه وواضح بالنسبه لنا وبتشوفوه كتير بيعملوا ايه؟ بيعالجوا السيرفس. ازاي؟ في طرق مختلفه. ايه الطرق اللي تعرفها؟ بيكب بيتومين بين في الفواصل. مش فواصل، في الشروخ. ماشي؟ في الشروخ. اما يكون عندنا كراكس والكراكس دي لسه صغيره ماشي، فالناس بتملى الكراكس ببوتومين. تمام، لو الكراكس كبرت شويه بيملوها بحاجه اسمها ستون ماستيك اسفلت اللي هو عجينه من الحبيبات ناعمه قوي 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 واسفلت ماشي. بس في شكل شائع جدا للتصليح اكيد انتوا كلكم شفتوه، ان هو يجي يكشط الشروخ زادت جدا والطريق بقى مدشش، يروح جاي كاشط الطبقه وبعدين مش بيشيلها كلها، بيكشط الجزء المشرخ منها وبعدين بعد ما يعمل كده بيعمل ايه؟ بيقوم حاطط زي بتومين كده على الطريق وبعد كده يقوم مدي ايوه بعد طبقه البتومين ده بيرش بتومين وبعدين يقوم مدي طبقه اسفلت. ايوه بيدي الطبقه الجديده دي اسمها اوفرلاي. يعني ايه اوفرلاي؟ انا بعمل تصليح للطريق بان انا بضيف طبقه جديد ماشي. كلمه اوفرلاي بالعربي بنسميها طبقه سطحيه، مش نقصد بيها الطبقه السطحيه بتاعت الاسفلت بس، نقصد بيها ان دي طبقه تمت اضافتها بعد الطريق ما اتعمل واشتغل وحصل فيه مشاكل فضفنا عليه طبقه. تمام، الاوفرلاي هي الطبقه السطحيه اللي بتنضاف بغرض الصيانه. تمام، فالاشكال طبعا الكلام ده بيتعمل في الاسفلت عادي خالص، ان انا عندي اسفلت بكشط الجزء المشرخ واحط اوفرلاي. هنا ما بقاش كومبوزيت ستراكشر لانه كان من الاصل فليكسيبل بيفمنت وانا حطيت له طبقه فليكسيبل برده، فانا ما غيرتش من الطبيعه بتاعته. لكن لو انا عندي طريق كان خرسانه ماشي، طريق خرسانه مشرخه تمام زي اللي موجود قدامنا هنا على الشمال، انا عندي سب جريد اهي، اتفقنا من زمان ان انا لو عندي ريجيد بيفمنت فهيبقى عندي طبقه خرسانه اهي، ممكن تكون جوينتد بلين كونكريت بيفمنت او رينفورسد كونكريت بيفمنت. اوكي، ادي الطبقه اللي موجوده عندي اهي بعمق ساي 8 انش، وعندي جرانولار بيس ايا كان العمق بتاعها، وعندي السب جريد. الطريق ده حصل فيه ان هو شرخ. تمام، لو انا سواء كان اسفلت او خرسانه ومشرخ، هو احنا ليه بنكشط الطبقه المشرخه؟ حد عنده فكره؟ عشان ما تسربش الميه مثلا. ليه؟ انا لما احط طبقه متماسكه فوقها، ما هي الطبقه المتماسكه دي مش هتسرب الميه، مش هتسمح ان الميه تسرب، لان هي اوكدت خلاص ما بقتش تستحمل الاستريس اللي متصممه عليه.
طب ما انا بحط unbound material، مش بحط طبقه اساس مكسر، ما نعتبرها اساس. مش هيتمسك منهم يا دكتور. طبقه جديده على الطبقه الفايره دي، يعني كاني برمي فلوس على الارض. ليه برمي فلوس على الارض ليه؟ مش احنا حالا واحنا بنتكلم في الطبقات. على فكره انا دلوقتي بخش معاكم ديبيت عشان اجذب انتباهكم، مش انا عندي اصلا كده كده اساس، والاساس ده قلنا انه مصنع، وقلنا واحنا بنتكلم على خواص طبقات دلوقتي انه سترونج، لكن الطبقه اللي فوق دي فيري سترونج. طب ما انا اخلي الطبقه الفيري سترونج الحلوه الظريفه دي واحط طبقه فوقها وخلاص. مش هتلزق يا دكتور. برافو برافو، استنى، هي مش هتلزق، وانا ممكن احط لزق وتلزق، بس في مشكله تانية من انها تلزق اكبر من كده. ايه هي؟ احنا اتفقنا ان احنا لما بنيجي نحط اسفلت وطبقات اسفلت فوق بعضها بنعمل لزق عشان يشتغلوا كلهم كايه؟ كطبقه واحده، تمام؟ طيب المشكله بقى ان انا لو جيت، طبعا احنا الطبقه اللي موجوده تحت في اجزاء فيها مشرخه واجزاء لا، صح؟ وكده كده حتى الاجزاء المشرخه دي في شروخ، لكن ما بين الشروخ ومن بعضها في طبقه متماسكه، صح ولا هي احجار؟ تمام. لا طبقه متماسكه، تمام. بين الشروخ وبعض في طبقه متماسكه. لو انا لزقت طبقه الاسفلت دي في الطبقه اللي فوقيها ولازقين في بعض، فالمفروض بيشتغلوا كانهم ايه، يونت واحده مع بعض. في طبقه تحت مشرخه وفي احمال ماشيه من فوق، ماشي. بعد شويه الشرخ اللي موجود فوق دوت، بما ان عندي فيه جزء، عارف انت لما يكون عندك حته قماش وهي من تحت مقطوعه وانت كل شويه تضغط عليها، ايه اللي هيحصل في القطع اللي تحت ده؟ بيزيد، هيزيد. مش انا لو انا عندي حته قماش وفي جزء منها تحت مقطوع وانا بشد حته القماش دي قوي نتيجه الستريسز، القطع اللي موجود تحت ده هيبدا يطلع لفين؟ لفوق، يزيد لفوق. فانا لو عندي طبقه تحت مشرخه وانا حطيت فوقها طبقه متماسكه ولازقهم الاثنين في بعض كانهم بيشتغلوا مع بعض كانهم يونت واحده، ماشي، وكل شويه الطبقه دي، طبعا احنا عندنا احمال والاحمال دي بيمر مش عارف 2000 عربيه في اليوم، يعني كم في الشهر، يعني كم في السنه، يعني كم في العمر التصميمي، خلينا نتكلم في سنه واحده، تمام. يبتدي بعد سنه انا حاطط الطبقه النهارده، وبعدين بعد سنه ابدا اشوف حطيت طبقه مثلا 5 سنتي، بعد سنه او اتنين هبدا اشوف الشروخ اللي كانت موجوده تحت دي هلاقيها طبعت فوق. عشان كده بنسميها حاجه اسمها ريفلكتيف كراكينج. حد عارف ريفلكتيف جاي من ايه؟ انعكاس. ايوه، ريفلكشن يعني انعكاس، يعني كان الشروخ اللي كانت موجوده تحت انطبعت فوق بالظبط، كانها صوره الشروخ في المرايه. مش اللي احنا بنشوفه في المرايه اسمه ريفلكشن؟ لما بنشوف صورتنا في المرايه هو ده مش احنا، صح؟ بنشوف ريفلكشن لشكلنا. فهو اللي بيحصل ان انا لو عندي طبقه فيها شروخ مشرخه في بعض الاماكن وانا لزقتها في الطبقه اللي فوقيها، هيحصل ان الشروخ اللي موجوده تحت دي كلها تنعكس فوق الطبقه من فوق. طب في الكومبوزيت ستراكشر اللي قدامنا هم عملوا ايه؟ الخرسانه اللي موجوده دي خرسانه قويه وانا مش عايزه استغنى عن وجودها، ففي بعض الاحيان، والخرسانه مش زي الاسفلت، الاسفلت بينفع نقشطه، مش احنا في بقشطه كده ليها حواف في السنين عامله زي المشط بتروح جايه قشطه الاسفلت وتسيب الجزء السليم منه؟ طبعا احنا بنعرف الجزء السليم قد ايه، لان احنا بنبقى واخدين اكوار، بنبقى واخدين قلب مش خرساني بقى، كور اسفلتي، قلب اسفلتي، ونعرف الشروخ لحد فين، فنقول احنا نحدد ان احنا من الاول هنقشط 2 سنتي، هنقشط 3 سنتي، هنقشط 5 سنتي، وات ايفر كان الرقم اللي احنا بنقشطه، نقشط الجزء المشرخ خالص لحد ما نوصل للجزء السليم، ونروح جايين حاطين بعد كده طبقه الاسفلت بتاعتنا. في الخرسانه الكلام ده ما بينفع. ايه الخرسانه تنفع تقشطها زي ما انت بتقشط الاسفلت كده؟ لا طبعا. نتيجه خواصها ونتيجه البيهيفير بتاعها مش هينفع نقشطها، تمام. طيب انا لو جيت على طبقه الخرسانه اللي موجوده دي ورحت جاي حاطط اي حاجه فوقها هتشرخ، انا مش عايز اعمل كده ومش عايز اخسر الخرسانه اللي موجوده دي، فاروح جاي عامل ايه؟ بصوا كده الشكل اللي قدامكم، الخرسانه دي مشرخه وتعتبر مكسره، فانا بروح جاي حاطط عليها اوبن جريدد هوت ميكس اسفلت. اوبن جريدد يعني ايه؟ يعني ناقص فيه مقاس، ماشي، اسفلت، وبعدين احط فوقيه دنس جريدد هوت ميكس اسفلت، بقى عندنا طبقتين متماسكين فوق بس مفصولين بالاوبن جريدد دي اللي هي ناقص فيها مقاس عشان نتلاشى ان الشروخ تتنقل فوق
ويبقى عندنا بقى في جو فوق جزء اسفلتي طبقتين وتحتيه خرسانه وتحتيه بقيه طبقات الطريق، فعشان كده بنسميه اوفرلاي لان احنا حطينا طبقه اسفلت فوق الخرسانه. ماشي، طبقه سطحيه يعني فوق الخرسانه. طيب في الحاله اللي قدامنا على اليمين بنسمي القطاع عندنا ساندويتش. ليه؟ نبص كده، طبقات الطريق عباره عن ايه؟ السب جريد العاديه، فوقيها بيز او سب بيز، فوقيها جوينتد بلين كونكريت. ماشي، وفي حل تاني بقى ان انا اعمل ايه؟ خرسانه مشرخه قوي قوي قوي، ماشي، وانا مش عايز الشروخ تنطبع فوق، فبحط طبقه مفككه حاجه اسمها دنس جريدل كراش ستون، كسر حجر جيري برضو بس يعني المتدرج في المقاسات، فيبقى دنس. ماشي، لان في مقاسات صغيره ومقاسات كبيره بتملى الفراغات. وبعدين حاجه اسمها دراي باوند مكادام. الباوند مكادام ده نوع من انواع الاسفلت، الخلطه الاسفلتيه يعني، المقاسات بتاعته كبيره قوي تمام، ونسبه الاسفلت فيه قليله قوي، فيعتبر طبقه متماسكه، وفوق منه الـ الاسفلت بتاعنا اللي هو دنس جريدد هوت ميكس اسفلت HMA فور هوت ميكس اسفلت. ماشي، الخلطه الاسفلتيه بنسميها هوت ميكس لانها بيتم انتاجها على درجات حراره عاليه 160 درجه مئويه، من 145 ل 160 درجه مئويه طبعا على حسب نوع الاسفلت. ماشي، طيب يبقى هنا بقى عندي ايه؟ طبقه خرسانه بلين كونكريت كانت متماسكه، وبعدين دنس جريدد كراشد ستون طبقه مفككه. ماشي، وبعدين الدراي باوند مكادام والدنس جريدد هوت ميكس اسفلت طبقه متماسكه، فبقى عندنا الارض الطبيعيه وفوقيها الاساس المساعد او الاساس، وبعدين طبقه خرسانه متماسكه، وبعدين طبقه مفككه، وبعدين طبقتين اسفلت فوق متماسكين، فبقى عندنا ايه؟ ساندويتش، طبقه متماسكه وبعدين طبقه مفككه وبعدين طبقه متماسكه، عشان كده بنسميه ساندويتش، اللي هما بيبقوا حاجتين زي بعض وبينهم حاجه مختلفه. كده واضح الكلام بالنسبه لكم يا شباب؟ تمام كده. ايوه دكتور، واضح دكتور. هو كان احنا قلنا يا دكتور ان في طريق بيجيب معده كده وبيجي على مناطق شروخ معينه بيزود فتحه الشرخ ده وبعد كده بيسفل. ايوه، ما هو ده اللي انا قلت عليه دلوقتي، الستون ماتريكس اسفلت. بس ده ما كانش بيقشط يا دكتور، ده كان بيزود عرض الشرخ اصلا. ما كانش ايه؟ ما كانش بيعمل، ده ما كانش بيقشط، ده كان شرخ. ايوه في زميلك كان بيوسع الشرخ. ايوه زميلك بيقول لما سالنا ايه طرق الاصلاح اللي انتوا شفتوها، اولا طرق الاصلاح كتيره جدا، ماشي، كذا طريقه، ماشي، منها لو الشروخ صغيره خالص لسه في البدايه بنسميها low severity، ان الشرخ لسه رفيع ما وسعش، ام لا اسفلت بس هيخلي جانبي الشرخ متلاصقين مع بعض وما فيش مشكلة. الشروخ كبيرة عن كده بحيث ان الاسفلت ما ينفعش يربطها، ماشي، هحط فيها حاجة اسمها ستون ماتريكس اسفلت، عجينة اسفلت الحبيبات بتاعتها ناعمة قوي. طب انا هحط العجينة دي ازاي لو كان الشرخ مش كبير؟ في بعض الشروخ بتبقى الشروخ واسعة قوي هحطها فيها، وشروخ تانية مش واسعة بيعمل لها توسعة زي ما انت شفت بعينيك. تمام. طيب هو لسه بدري كده يا دكتور؟ هي الساعة كام؟ انت حضرتك يا دكتور قلت لنا مش هناخد الثلاث ساعات وهنخلص النهارده بدري عشان نذاكر وكده. ما خدناش الا 13 سلايد بس من ال دكتور. الكلام كتير والله يا دكتور، واحنا مش عارفين ندون حاجه ورا حضرتك عشان خاطر ان الطباعه سودة خالص. الطباعه زرقاء. ماشي. فاحنا كده يعني يعتبر هنقعد نسمع المحاضره دي كلنا تاني عشان نعرف نكتب ورا. طب انا هقول لك على حاجه ظريفه. احنا كنا اتكلمنا في حاجه وفتحنا فيها، فهنخلصها اللي هي الفرق بين الفليكسبل والريجيد بيب. دكتور احنا عايزين كمان نتكلم بس على الميدترم يعني. لسه كمان يعني. طيب اخلص الكام سلايد بتوع الفليكسبل والريجيد بيبمنت دول. احنا خدنا الفليكسبل بيبمنت. ايه مش هطول خلاص. طب سؤال بس معلش يا دكتور قبل ما ننتقل. اتفضل. هو السلاري سيلز ده اللي هو اللي انا بحقن الشرخ مش بقشط؟ ايه مش سامع معلش؟ السلاري سيلز او اللي هو مايكرو سيرفسنج. المايكرو سيرفسنج ده اللي انا بحقن الشرخ نفسه الاول بنشفه او بفرغه من التراب اللي فيه، بعد كده بحقنه بالماده اللاصقه، هي دي الطريقه؟ المايكرو سيرفسنج مش كده بس، كمان بنعمل اللي انت بتقوله ده،
وبعدين بحط طبقة رفيعة جدا جدا على السطح، بتبقى عبارة عن برش أسفلت ماشي، وبحط فوقيه ماتيريال ناعمة زي رمل خشن يعني، مش طبقة حصوية ناعمة. تمام ماشي. زي ما قلنا طرق الإصلاح في كذا طريقة، في طرق كتيرة جدا. أنا نفسي يتاح الوقت إن احنا نكلمكم عنها، بس للأسف الكورس ده مش كورس صيانة ماشي. بس أي حد بيقرأ في حاجة وعايز يسأل عليها أنا ما عنديش مشكلة، مش كله في المحاضرة، الحاجات صغيرة نقدر نجاوبها في المحاضرة. لو أنت عندك أسئلة بتوسع عن المواضيع دي خلينا نشوف الـ working hours، وبعتولي كمان أسئلكم بما إن احنا منتقابلش في الكلية، ابعتولي أسئلكم على التيمز وأنا هجاوب عليها. أوكي ماشي. طيب احنا خدنا أنواع البيفمنت المختلفة ومنها الفليكسبل والريجيد، عايزين بس نفهم الفروق بينهم. احنا اتكلمنا على الفروق بينهم دلوقتي واحنا بنتكلم. عايزة أقول الكلام ده النهاردة لأن إحنا قلناه بالفعل، يعني أنا مجرد إن أنا هفكركم بيه قلناه إمتى. قلنا إن في ثلاث فروق ما بين الفليكسبل والريجيد بيمنت. أول حاجة اللود ديستريبيوشن، لو أنتوا فاكرين وإحنا بنتكلم على موضوع اللود ديستريبيوشن قلنا الخرسانة بلاطة ماشي، فبتبهيف بيهيفير البلاطة. الإنيشال كوست، وإحنا بنتكلم برضو قلنا إن الإنيشال كوست بتاعت الأسفلت أرخص من الإنيشال كوست. الإنيشال كوست بنقصد بيها تكلفة الإنشاء اللي هي التكلفة المبدئية، لأن في تكلفة إنشاء وبعدين في تكلفة صيانة. الديورابيليتي المداومة، وهنتكلم على كل واحدة فيهم برسمة صغيرة كده. اللود ديستريبيوشن، إحنا وإحنا بنكلمك عن الأسفلت رسمنا لك لايرز وقلنا لك إن في حمل موجود فوق، لكن في اللود ديستريبيوشن بيبتدي ينتقل ما بين الطبقات وبعضها، فبنسميه لايرد سيستم، بيتحل بحاجة اسمها مالتي لاير سيري. مش مطلوب منك ان انت تعرفها في المرحلة دي المالتي لاير سيري، بس كل اللايرز بتتحمل جزء من الاحمال، سواء كان الاسفلت كونكريت او البيز او الصب بيز لو موجودة، او الصب جريد اللي هي الطبقة بتاعة التأسيس اللي هي التربة الطبيعية الموجودة. كل جزء، كل طبقة من الطبقات بتشيل جزء من الحمل. اما في حالة الريجيد بيفمنت هي بلاطة، فهي البلاطة ليها سلاب اكشن، بتبهيف زي بهيفير البلاطه اللي انت خدته في الخرسانة ماشي. والبلاطه اكشوالي بتتحمل معظم الحمل، مش 100% من الحمل، بتحمل معظم الحمل، واللي بيوصل بعد كده للسب جريد بيكون جزء ضعيف جدا منه. الانيشال كوست زي ما قلنا انه الفليكسبل بيفمنت بتكلف اقل كانيشال كوست او كونستراكشن كوست، بس الحقيقه لما نيجي نحسب اللايف سايكل كوست على بعضها، كلمة life cycle cost اللي هي تكلفة دورة الحياة بتاعة المنشأ من أول يوم لحد ما نعمل reconstruction، لما نكسر الطريق ونبتدي نعمله إعادة إنشاء من جديد ماشي. ال life cycle cost بتكلف في الأسفلت أكتر، لأنه تكلفة لما نجمع initial cost زائد تكلفة maintenance أو الصيانة، فالحقيقة ما بتكونش أقل من ال rigid beam. الديورابيليتي بتاعت الفليكسبل بيفمنت اقل طبعا من الديورابيليتي بتاعت الخرسانه او الطريق الرصف الخرساني. الرصف الخرساني بيعيش اطول، بس زي ما قلنا طب ليه مفروض نقول طالما بيعيش اطول يبقى نعمل كل الطرق خرسانه؟ قلنا تكلفه الطرق بتبقى مبالغ كبيره جدا وبتقتطع من ميزانيه الدول، فعشان كده مش كل الطرق خرسانه، بالعكس معظم الطرق زي ما انتم شايفين أسفلت، لأن الميزانية بتكون كبيرة مع إن الديورابيليتي بتاعت الخرسانة أعلى. خلي الحاجات دي المرة الجاية نتكلم عنها بعد المتر، وقولوا لي بقى أنتوا عايزين تتكلموا. إحنا كده واقفين عند سلايد رقم 17، خليكوا فاكرين. تمام، إحنا عاوزين بقى دكتور المتر من نطمن تطمن على إيه؟ عايزين نعرف المتر يبقى عامل إزاي، وعايز درجة المتر يعني، والنظري بس المترم اللي هي ازاي الكلام. احنا عايزين نطمن على مستقبلنا كله يا دكتور. طب ما انا هطمنك على مستقبلك اهو، انا بحبكم كلكم ما تخافوش، ذاكروا بس. دكتور بس عايزين نعرف السؤال المترم كام سؤال بس، ونظري قد ايه بالنسبه للمترم هو والله لسه ما حطيتوش النظري. ولو الاسئله نفسها برضو يا دكتور يبقى كويس، يعني لو الاسئله نفسها نركز على ايه بالظبط يعني؟ على كل حاجه، انما كل حاجه قلناها مهمه. الأمثلة بالأرقام بقى عشان نبقى عارفين يعني نتدرب على الحل كويس. إيه؟ خلاص خلاص.
لا مش فاهمه السؤال، يعني ايه امثله بالارقام؟ انا مش فاهمه. بيهرج يا دكتور، بيهزر عادي عادي، انا اختكم الكبيره وزي مامتكم ممكن تهزروا معايا عادي، بس ما تسخفوش. بس 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 يا دكتور في حاجات يعني في الـ في الـ في النظري مش يعني احنا فاهمينها، لكن مش هنعرف نعبر عنها، مش هنعرف نكتبها. لا يا حبيبي بالنسبة. انت بقيت مهندس خلاص، انت مهندس الا ترمي يا بابا، ماشي لازم تتعلم تعبر، امال انت هتمسك مشروع ازاي وتقف تشرح لمديرك ازاي وكلام من ده؟ حاجه مهمه قوي لازم تعرفها، الشغل مهم، لكن انك تقدم الشغل دي حاجه مهمه جدا كمان اهم. ما ياما ناس شاطرين وما بيعرفوش يتكلموا ضاعوا، صح ولا مش صح؟ صح. يعني نعبر بالصيغه اللي فاهمينها يعني يا دكتور. عبر باسلوبك، وانا اوعدك، انا اوعدكم ويعني مش اعدكم، هو انا بعمل كده والله لان ربنا شاهد عليا، انا بقرا كل الكلام اللي انتوا بتكتبوه في ورقه، في ورق اوراق الامتحان عموما، انا بقرا كل كلمه بتكتبوه. طب احنا عايزين نعرف برضه يا دكتور يعني الامتحان مثلا هيبقى عباره عن كم سؤال؟ طيب اي حاجه كده يعني، كم مساله؟ كم سؤال؟ انا لسه ما حطيتوش، بس هو المفروض الامتحان ساعه صح؟ تمام مظبوط. فمش هيبقى طويل طبعا لانه امتحان ساعه. النظري بيبقى يعني في حدود 30-40% عموما، ما بيبقاش اكتر من كده، ممكن يكون اقل لان احنا في الميدترم ما عندناش حاجات كتيره قوي في الجيومتريك زي ما عندنا كلام كتير في الاستراكشرال نسال فيه، فيعني النظري بيبقى في حدود اعتقد يمكن 30% يمكن اقل. ماشي. هو الامتحان لحد فين يا دكتور؟ ايه الامتحان لحد الفيرتيكال ولا لحد نهايه الفيرتيكال الاينمنت؟ انتوا خدتوا سكاشن ومخلصين الفيرتيكال الاينمنت؟ انا فهمت ان انتوا كمان خدتوا سكاشن على الاستراكشر من قبل ما انا ابتدي. لا ما خدناش سكشن على الاستراكشر لسه يا دكتور. حد من المعيدين كلمني كده امبارح، بس anyway انا مش هدخل الاستراكشر في الميتر عشان تبقوا انتم مرتاحين، لان احنا لسه بنتكلم في الانترودكشن. دكتور النظري بس هيبقى فيه تعريفات والحاجات دي ولا بس يعني كلام عام اللي هو زي حاجات كتير؟ بيبقى فيه تعريفات، بيبقى فيه اسئله على حاجات خدناها في المحاضره، بيبقى فيه اسئله على فوائد حاجات معينه، فاحنا لسه بنتكلم في الجيومتريك ديزاين. فهو احنا الغرض ايه؟ ان انا اعرف وظيفه الحاجات المختلفه اللي موجوده عندي. ماشي. فاكيد هنسالك على وظائف الحاجات اللي موجوده وفوائدها مهمه ليه. اي اسئله يعني بصمم بناء على ايه؟ ماشي. فهو انا مش هسالك في حاجه خارج اللي انا قلته، على فكره انا عمري ما هسالك في حاجه اللي اكون قلتها في المحاضره. طيب دكتور بالنسبه للرسومات بتاعت قطاعات الطريق مالها؟ هي بس الرسومات يعني مثلا تترسم باشكال مختلفه، كان معمول منها امثله صغيره في المحاضره، فهل هيجي برضك مطلوب ان احنا نرسم قطاع زيهم كده للطريق ولا حاجه؟ مش خدت سؤال، انت مش خدت في الشيت ان انت مطلوب منك ترسم قطاع طريق؟ تمام. طالما جالك في الشيت يبقى وارد انه يجي في المتر، صح ولا لا؟ لا بس هنرسمهم زي ما هم مرسومين في المحاضره ولا في رسومات؟ لا 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 لا، ده انا قلت الكلام ده وعدته 100 مره، قلت انا بطلب منك قطاع حفر هترسمه حفر، بطلب منك قطاع ردم هترسمه ردم. ماشي. وشرحت وعدت وكررت ان اللي مرسوم في المحاضره قطاع تعليمي، فانا عشان ما اعملكش السلايد مرتين ماشي، فبقول لك الناحيه دي مرسومه حفر والناحيه دي مرسومه ردم، الشكل ده ما بيبقاش موجود في الطبيعه، صح؟ أيوة. مش قلت في المحاضره ولا لا؟ ايوه دكتور انا فاهم الحته دي، انا قصدي يعني نرسمها بنفس التفاصيل بالظبط الموجوده في المحاضره ولا مفيش، ولا في مثلا رسومات ابسط منها؟ انت رسمت ايه في الشيت والناس علموه لك ولا لا؟ لا هي الشيتات بتروح بس ما تتعلمش يعني، ما نعرفش الدرجات لسه. طيب انت هترسم القطاع في ابسط صوره ممكنه ليه، بس البساطه دي مش معناها، عشان معلش برضو يعني خليني اكلمكم، انا متاكده ان مش كلكم بتعملوا كده، بس خليني اكلمكم عن امثله من واقع خبرتي، لان انا بقالي بقى اكتر من 20 سنه بشتغل الشغلانه دي. مش معنى ان انا بقول لك ارسم انت مش هتقعد هو المتحمس مش 6 ساعات عشان تقعد ترسم لي قطاع بكل كل كل التفاصيل، تمام؟ لكن كمان ما يبقاش الاهمال لدرجه ان في ناس فيكم بيرسموا بايدهم يا جماعه ومن غير سكيل. انا ما بحددلكش سكيل، بس انت مهندس، صح ولا مش صح؟ اختار سكيل مناسب بمقياس رسم مناسب وارسم القطاع بمسطره، ماشي، مش بايدك. وضح لي العناصر الرئيسيه في القطاع لو انطلب منك، ماشي، وضح لي هو قطاع حفر ولا ردم، ارسم الميول، ارسم كل حاجه في القطاع ببساطه، مش لازم التفاصيل. هو انا اقول لك ارسم شجره؟ مش انا اديتك قطاعات فيها شجره في المحاضره؟ ما
تمام دي كانت القطاعات اللي هقول لك ارسم شجره، اقول لك ارسم عمود نور، لا طبعا انا مش طالبه منك الكلام ده، بس ابص على القطاع اشوف ان ده طريق، ما اشوفش ان دي شخبطه خط كده واحد عامله بميول وبايده ومن غير مسطره ومن غير ما يحط، مش اي قطاع بنرسمه بنقول دي ترافيك لين وعرضها مثلا كذا ونكتب العرض عليها، بنقول ده شولدر وعرضه من كذا لكذا ونكتب العرض عليه، انما ما واحد يروح جاي يرسم لي خط كده معرق، فهمت انا ايه كده؟ ها فهمت انا ايه؟ رد عليا. تمام تمام كده وصلت يا دكتور، ان نرسم زي المحطه، فهمت ان هو شخص اتعامل مع الامتحان باهمال ماشي، وخدت فكره مش كويسه عنه انه لما هيتخرج هيبقى مهندس مهمل، اكيد مش هديله درجه زي واحد اهتم ان هو يرسم لي القطاع، يرسم لي حارات الحركه، يرسم لي لو هو طريق ديفايدد يرسم لي الميديان ماشي ويقول لي ان دي ميديان خلاص، مش حافظ العروض مش مشكله هيقول لي دي ميديان ويسكت، انما خط كده غير محدد المعالم والابعاد انا بصراحه ما بعتبرش ده حل ولا بعتبر دي اجابه. كده واضح؟ تمام يا دكتور. وعايزين بس حاجه كده لو يبقى في اوفر في الامتحان، يعني علشان اوفر من الميد تيرم امال هتعمل ايه في الفاينل؟ هو في اوفر في ربنا يستر بقى يا دكتور في الفاينل، في الفاينل ده والله ده. لا والله انا اول الدفعه بيسال على اوفر ازاي مش فاهم. ما هو خايف عليكم كلكم، وليه ما تاخدهاش من المنطق دوت ان هو بيعمل لصالحه ولصالح كنتوا كمان. ايوه يا دكتور صح، هو فعلا خايف علينا، احنا عايزين اوفر يا دكتور، احنا عايزين اوفر فعلا. لا مفيش اوفر، مش عاوز الفرق ما بيننا وبين بعض يبقى كبير بس. لا لا بصوا يا شباب مفيش اوفر، من فضلكم ده امتحان، خشوا الامتحان وذاكروا، طالما ذاكرتوا وعملتوا اللي عليكم، وانا متاكده على فكره الناس اللي بتسال دي وبتسال على اوفر وبتسال الامتحان هيجي ازاي ومش عارفه ايه، انا على فكره مش بزعل من ده لسبب بسيط، ان ده من واقع حرصكم. في ناس يعني انتوا دفعتكم كام واحد؟ 180. طيب الـ المحاضره حاليا حاضرها 72 ماشي، حالا اهو قدامي انا واحد منكم يبقى 71 تمام، فانا متاكده ان انتوا بتسالوا من واقع حرصكم، على اولا ان انتوا تتعلموا، اولا ان انتوا تاخدوا درجاتكم وده حقكم ماشي، في 90 واحد ما جوش مش في دماغهم اصلا ماشي، فانا متفهمه ده تماما، كل اللي مطلوب منك ذاكر، وانا متاكده ان انت مش هتزعل، مش هتطلع من الامتحان زعلان. مانج يور تايم كمان في الامتحان، الامتحان مدته ساعه وانت مطلوب منك تجاوبه كله، فحاول تنظم وقتك في الامتحان وما تخافوش، احنا خايفين بصراحه ده. وقبل ما تدخلوا الامتحان لو سمحتوا حلوا كل الشيتات لحد اخر الجيومتريك ديزاين، حتى لو كانت لسه ما طلبتش منكم في سكشن حلوها وخلصوها. تمام. ايه تاني؟ اتكلم يا سلمي لو عندك حاجه قول. انا كده تمام يا دكتور. مفيش ميد ترم قديم مثلا نبص عليه كده؟ دوروا عليهم بقى، في ميد ترمات كتير، انا بقالي في الكليه عندكم دي 8 سنه، فهتلاقوا عشرات الامتحانات. لا بس احنا عايزينها يا دكتور تكون محلوله، يعني بحيث ان هي تكون مرجع لنا نعرف نجاوب ازاي. مين ده؟ احمد ابراهيم يحيى الوان، مش انت اللي بتتكلم؟ ايوه. انت عايز وانت في سنه رابعه وبكالوريوس وخلاص هتطلع عايز الامتحان محلول كمان؟ لا حاجه بس نقارن باجابتنا بالامتحان ده يعني. سيبني يا حبيبي، ما تيجي اشربك المحاضره بالمعلقه. ما تتدلعش يا ابني، ما تتدلعش انت في بكالوريوس. احنا هنحلها يا دكتور، بس عايزين نقارن الحل بحاجه يعني تكون مظبوطه. لا لا دور على الحلول، واما حاجه تقف معاك تعالى اسالني وتعالى اسال المعيدين وانا مش هتاخر عنك، بس انت لازم تبذل مجهود. تمام ماشي لحد كده انا جاوبت على اسئلتكم، في حد عنده اسئله تانية؟ قولي يا نهل. هو الميد ترم كام درجه والشتات والحاجات دي كلها كام درجه؟ انا مش عارفه تقسيمه اعمال السنه ومش عارفه الماده كلها عليها كام درجه. لا انت عارفه تقسيمه اعمال السنه، لان تقسيمه اعمال السنه 15% على الميد تيرم، 15% على اعمال السنه 70. لو الموضوع ده ما اتغيرش لحد اخر السنه، السنه اللي فاتت بكالوريوس كان الموضوع متغير معاهم بسبب الكورونا في الترم الثاني، الترم الاولاني كان عندي تمام، فكان الامتحان عليه 100% في البكالوريوس السنه اللي فاتت، ما كانش فيه ميد تيرم ما عملناش، وما كانش فيه اعمال سنه. اوكي لا يا دكتور كانت الاجازه في الترم الثاني. اي حبيبتي انا عارفه والله، ما انا بقول على الترم الثاني، الترم الاولاني كان ماشي عادي، مادة الطرق عليها 125 درجة، روحي بصي في اللائحة بتاعتك وانت هتعرفي الموضوع دوت، فال 125 درجة دول منهم 40 درجة أعمال سنة وميد ترم 15% ماشي،
ومنهم 85 درجة على الفاينل. أوكي؟ فأنت عندك 85 درجة على الفاينل و40 درجة متقسمين نصهم متر 20 ماشي ونصهم التاني أعمال سنة وشيتات وكلام من ده. تمام ماشي. شكرا يا دكتور. ايه تاني؟ خلاص يا شباب؟ تمام يا دكتور. احنا بس عاوزين لما حضرتك الملف يبقى يجي ينزل بس يبقى الخلفية بيضاء. حاضر. عشان عشان نعرف ندور. هو الموضوع ده هياخد مني وقت شوية فهقعد اشتغل فيه النهاردة لان انا لما بغير الخلفية في الملف اللي هينزل لكم الالوان الخطوط كلها بتتغير وفي حاجات هنا بما ان الخلفية كانت زرقاء في حاجات بالابيض مكتوبة بالابيض وبالاصفر ومش عارف ايه فالموضوع ده هياخد مني وقت شوية قبل ما اظبطه بس هنزله لكم النهاردة ان شاء الله. ما فيش مشكلة يا دكتور. ماشي. ولو ما نزلتوش عشان انا شخص بطبيعته نساي لان بقى ورايا حاجات كتير من فضلكم حد يفكرني ان انا ما نزلتوش. اوكي بس انا ان شاء الله هعمله يعني. تمام يا دكتور. اوكي ايه تاني؟ خلاص يبقى ان شاء الله اشوفكم بعد المتر. ذاكروا كويس. تمام يلا بالتوفيق ان شاء الله. شكرا بالتوفيق يا شباب مع السلامة. سلام.